يقول الأسطورة مايكل جوردن: ما تقولش أبدا لا، ده مستحيل، مش هينفع، عشان الحدود زي الخوف، مجرد أوهام. مش مهم ايدك او رجلك، عقلك او طريقتك، المهم قلبك قوي اللي يفوت في جبال اقوى من الجبال. انت بطل، بطل خارق، اقوى وامهر من ابطال تانيين مش حقيقيين. انت حقيقي قادر وعندك الموهبة، عندك نعمة الله، اجمل نعمة. مش فارق لك وزن تقيل بتشيله، ولا ماراثون طويل بتجري فيه، ولا بحر واسع بتعوم فيه، بتلعب وتفرح وتكسب وترفع علم بلدك، عشان انت الفخر، الفخر اللي بجد، الفخر اللي بيخلينا دايما نشوف نفسنا قليلين. يا اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من رقم 10. الطاقه الايجابيه كلمه بنسمعها كتير وبتتردد قدامنا كتير جدا، بس قليل قوي اللي يعرف معناها اللي بجد، ويعرف ازاي يحول كل حاجه حواليه حلوه او وحشه لطاقه ايجابيه. ظروف كتير بنمر بيها وتخلينا يعني تبقى تقيله علينا، وتخلينا نقول اوضاع ممكن تكون صعبه علينا، لكن انك باراده وبقوه وتحدي تقدر تغير الظروف الصعبة دي وتحولها لطاقة نور وطاقة إيجابية لكل اللي حواليك. النهاردة أنا مبسوط جدا وفخور جدا علشان هقف جنب مذيع شاطر قوي، إعلامي شاطر قوي، حاجة تفرح وحاجة تدي طاقة إيجابية من هنا المليون سنة قدام. ليه؟ عشان أنا النهاردة واقف جنب بطل حقيقي، بطل حقيقي، ودايما اقول بطل حقيقي دي كده وبتك عليها، عشان احنا في حياتنا ابطال كتير من ورق. النهارده معايا بطل حقيقي واقف قدام حضراتكم، هشاركني الحلقه ديت، هستمتع بيه زي ما حضراتكم اكيد هتستمتعوا بيه، عشان هو زي ما هو موهوب في السباحه، بطل مصري كبير في السباحه، هو كمان موهوب جدا اعلاميا. صديقي النهارده في هذه الحلقه هو محمد الحسيني. يا محمد مشرف ومنور وفرحان بوجودك النهارده. شكرا. الامور كويسه معاك؟ ايوه. حلقه كويسه؟ اه. معاك المايك وترحب بكل الناس. انا حابب ارحب بكل صحابي، وحابب ارحب بكل الساده المشاهدين، بصحابي واخواتي. هنقدم الحلقه رقم 10، يا رب تعجبكم ان شاء الله. يا رب الحلقه دي هتعجبكم قوي ان شاء الله. الحلقه هتبقى حلوه النهارده. اه. هنقول كلام كتير. ولكن والحلقه دي هتكسر الدنيا ان شاء الله. ومعانا اصلا ضيفنا وحبيبنا كريم رمزي. يا حبيبي، النهارده هتكسر الدنيا الحلقه، صح؟ صح. عشان انت موجود فيها؟ اه. صح كده؟ ايوه. ايوه كده، هي واضحه جدا. محمد هيشاركني الحلقه النهارده على مدار الساعتين، هيبقى معانا ضيف النهارده مهم جدا، هتستمتعوا ايضا بيه، بطل حقيقي كمان. حاجه عظيمه يعني، حاجه كده تخليك رقبتك في السماء وفرحان بالدنيا كلها. النهارده هيكون ضيفنا محمد، هيشاركني الحوار. بس تعالوا مباشره نتكلم عن منتخبنا الوطني اللي النهارده هيبقى عنده مواجهه كبيره امام المنتخب اللبناني في الجوله الاولى بدور المجموعات من كاس العرب. البطوله بدات النهارده وكان في مباريات كتيره ممتعه، والملاعب كويسه، والافتتاح كان رائع، كل شيء كان كويس. ان شاء الله منتخبنا يبقى ايضا رائع وكبير. منتخبنا هيبدا بكره ان شاء الله اول مباراه ليه الساعه 3 بتوقيت القاهره. كل المنتخب جاهز،
كل المنتخب في احسن حال. المنتخب بيسعى لبدايه جيده في هذه البطوله باذن الله مع كيروش زي ما قلت لكم امبارح، واول ان كيروش صحيح داخل هذه البطوله استعدادا لتصفيات كاس العالم، ولكن احنا داخلين البطوله دي عشان نكسبها. هنكسب البطوله دي يا محمد ان شاء الله، هنكسبها هنكسبها. ايوه عندنا لعيبه جامده، ايوه الفرقه حلوه، الفرق حلوه، الفرق الامور كويسه. اه منتخب مصر هتتابعه ازاي؟ بتتفرج على الماتش مع مين الاول؟ انا بتفرج على الماتش مع اسرتي. اسرتك؟ اه. بتشجع جامد يعني؟ اه. انت من اللي بيشجعوا جامد ولا ايه؟ انا عموما بشجع فريق الاهلي. بتشجع الاهلي؟ اه. اهلاوي؟ اه. وبتشجع منتخب مصر؟ اكيد. صح كده؟ صح. منتخب يكسب بكره؟ ان شاء الله منتخبنا هيكسب بكره ان شاء الله. ان شاء الله، فباذن الله المنتخب بكره يعمل اداء جيد واداء مميز غدا باذن الله. وتعالوا نشوف نتائج اليوم الاول في بطوله كاس العرب كانت عامله ازاي. تونس وموريتانيا، تونس فازت 5-1، والعراق اتعادلت 1-1 مع عمان، قطر فازت على البحرين 1-0، والامارات فازت 2-1 على المنتخب السوري. مباراه تونس وموريتانيا، تونس النهارده قدمت مباراه كبيره جدا، سيف الجزيري على فكره جاب هدفين في هذه المواجهه، وعلي معلول كمان شارك في الشوط الثاني بعد ما كان عنده اصابه ابعدته عن الاهلي في الفتره الماضيه. طيب تعالوا نشوف جدول اليوم الثاني للبطولة العربية اللي النهاردة هذه المباريات، يعني الجزائر والسودان الساعة 12 بتوقيت القاهرة، مصر ولبنان في الثالثة، والمغرب في السادسة مع المنتخب الفلسطيني، والمنتخب السعودي يواجه المنتخب الأردني في 9 مساء. تعرف الكابتن محمد فضل صح؟ مهاجم كبير. ها؟ أيوه. مهاجم النادي الأهلي ده. آه. وأنت بتشجع الأهلي. أيوه. كنت بتحبه. آه. بتحبه؟ بتحبه مع الأهلي ولا بتحبه مع منتخب مصر ولا مع الاثنين؟ مع الاثنين. مع الاثنين؟ اه. طب رحب بالكابتن محمد فضل. اسئله كابتن محمد فضل. رحب بيه الاول، قول له عامل ايه؟ انا برحب باستاذ كابتن محمد فضل. محمد انا اللي برحب بيك جدا، والواحد فخور بيك جدا جدا جدا. انت كده انت مغطي على كريم ومغطي على الاعلاميين كلهم اللي في مصر. فربنا يكرمك دايما كده وتكسر الدنيا. وسعيد جدا جدا باللي انت بتقوله وبتقدمه وارائك. وخلاص ده انت، ده انا هقدم لك عروض بقى، احنا هنقدم لك عروض جامده تبقى معانا ان شاء الله. توقعاتك لمباراه مصر ولبنان في كاس العرب، ممكن منتخب مصر يفوز بالبطوله ولا صعب؟ مين اللي هيكسب الدوري المصري؟ هو دخلك على طول في الاسئله بتاعه المواجهه ولا زمالك؟ دخلك على طول. الاول منورنا يا كابتن فضل، منورنا مشرفنا. كريم بسلم عليك طبعا، وبشكرك على الفقره الحلوه قوي 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 دي. يا رب يخليك يعني، يا رب يخليك. يعني محمد بجد حاجه شخصيه محترمه جدا، شاطر جدا، يعني مثال الرياضي الناجح والاعلامي القوي. صح. وربنا يكرمه يا رب، ودايما كده يبقى في، يعني بيقدم له ماده اعلاميه وبيخاطب الشعب المصري كله. انا بشكرك يا كابتن محمد، وانا بشكرك جدا ان انت دخلت معانا هذه المداخله وتشاركنا النهارده مع محمد. احنا كلنا مبسوطين النهارده بوجود محمد. على فكره محمد شاطر قوي يا كابتن محمد، لو تابعت كمان من اول الحلقه عامل شغل عالي جدا يعني. لا انا طبعا متابع، وبعدين غير كده كمان خلي بالك اسمه على اسم، اسمه يعني على اسمك. على اسمي محمد فضل الحسيني زهران، فيعني هو محمد الحسيني. فلا متابع طبعا، وكمان اسئلته داخله على طول سخنه. ايوه على طول داخلك على طول. تاني ثلاث اسئله جامدين. ده على طول كده. اساله تاني. آه. اساله تاني يا محمد. اول سؤال. توقعاتك لمباراه مصر ولبنان. بس كده حلو. في كاس العرب. بس كده، ده يسال يقول الاجابه بتاع السؤال ده وبعد كده نساله تاني. اتفضل يا كابتن. توقعاتي يا محمد ان هيبقى ماتش حلو طبعا. مصر يمكن كيروش من قبل ما يطلع البطوله وهو مركز في كاس العالم، ولكن واخد لعيبه عاوز يجربهم، اكبر لعيبه ممكن ان هم يديها فرص. فبتهيألي ان احنا ان شاء الله بكره يمكن حتى كمان التاريخ وموقف وتاريخ منتخب مصر لا كبير جدا جدا. لعبنا تقريبا لبنان 5 مباريات، احنا كسبنا 4 وتعادلنا 1 في لبنان. فانا اتوقع ان بكره ان شاء الله هيبقى في فوز لمنتخب مصر، وحتى كمان هيبقى في تغييرات. بتهيألي هيبقى في عنصرين هياخدوا فرصتهم من بدايه المباراه، عنصرين جداد. زي مين يا كابتن؟ اتوقع يا كريم يعني انا اتوقع احمد رفعت، مصطفى فتحي، حتى لو زيزو، ان هو ده الكلام اللي عليهم يعني. صح.
حتى لو جيزو مروان حمدي ولعبت محمد شريف وينج رايت هيبقى عندك برضو عنصرين لسه اول مره ان هم يلعبوا بشكل اساسي. فانا اتوقع ان السبعه اللي هو اربعه الديفنس ما فيهمش كلام، حجازي وفتوح والونش واكرم توفيق، وعندنا يمكن السوليه حمدي فتحي قفشه، السبعه دول مش هيبقى عليهم اي تغيير، وشناوي طبعا طبعا. لكن احنا بنتكلم في الثلاثه اللي قدام هم اللي انا قلت لك عليهم، زيزو، مصطفى فتحي، احمد رفعت، محمد شريف، هيبقى مروان حمدي. فبتهيألي هيبقى في العناصر دي ان هي تاخد فرصه، فده كيروش بيجربهم للمباريات القادمه. لكن اسم منتخب مصر اي بطوله لازم يدخلها يبقى بينافس عليها طبعا. طيب غياب المحترفين عن البطوله يا كابتن فضل يخلي حظوظ المنتخبات متساويه، يخلي منافسه قريبه بين كل المنتخبات، ولا تبقى القوه التقليديه هي القوه اللي موجوده في هذه البطوله زي منتخبات مصر والسعوديه وتونس والمغرب والجزائر؟ بص، غياب المحترفين يا كريم، المحترفين قوه كبيره، بعدين احنا عندنا يعني احسن لعيب في العالم حاليا. صح. يعني بلا شك طبعا، يمكن احنا تابعنا امبارح فرانس فوتبول وتابعنا البالون دور، وكلنا كمصريين يعني خلي بالك انت لو قعدت تفكر جه اليوم ان ما يبقى لعيب عندك المفروض هو انت من وجهه نظرك ووجهه نظر العالم كله ان هو احسن لاعب، ولكن وفقا للتصويت اللي بشكل مختلف شويه انت زعلان ان هو يبقى سابع. صحيح. هتبقى زعلان لو هو ثالث لو ثاني. صحيح. فمحمد فخر، محمد صلاح فخر لكل المصريين. لا طبعا المحترفين يفرقوا معانا جدا، ولكن زي ما بقول لك كيروش هو حاطط الاجانب دايما بيحطوا رؤيه بعيده المدى. صحيح. البعيدة المدى هي مش كاس العرب فقط. طبعا هيحاول ينافس كاس افريقيا، هينافس، هو بيقول كده وبيرفع الضغط كله، لكن هو بيقول لك كاس العالم، انا عاوز اوصل كاس العالم. مظبوط. فبتهيألي ان العناصر الموجوده كمان يا كريم متالقه في الدوري المصري، وباذن الله هيبقى في انسجام، واي حد بيلبس تيشيرت منتخب مصر لا بيبقى دايما لازم ينافس على لقب. صح صح. طيب محمد اتفضل اسال كابتن فضل سؤال كمان. ممكن منتخب مصر يفوز بالبطوله ولا صعب؟ لا طبعا، اول ما مصر يعني اسم مصر يذكر يا محمد يبقى لازم على طول تعرف ان هو بينافس على اي بطوله. يعني دي بلا شك، يعني حتى لو هتلعب بالمنتخب الاولمبي لا دايما انت بتروح بتنافس، الكوره على طول احداثها سريعه جدا، فبالتالي العناصر اللي موجوده هم عناصر جيده جدا في الدوري المصري، ينقصهم الانسجام ان هم ما لعبوش مع بعض كتير الثلاثه اللي قدام خصوصا تحديدا يعني، وهو عاوز يجرب عناصر كتير. فلا انا يعني انا اتوقع ان المنتخب بس ان شاء الله نعدي الدور الاولاني، وبالتالي هيبقى فيه طموح، ممكن طبعا ننافس، ممكن ناخد البطوله باذن الله. سؤال تاني اتفضل. مين اللي هيكسب الدوري الموسم الحالي، الاهلي ولا الزمالك؟ حياديه ولا من غير حياديه؟ حياديه. حياديه. الاهلي. من غير حياديه؟ الاهلي. شوف بيقول لك الاهلي هيكسب الدوري. انت ايه رايك؟ انت ايه رايك؟ عايز الاهلي يكسب الدوري ولا ايه؟ ايوه عايز الاهلي يكسب الدوري. كابتن محمد بيقول لك الاهلي هيكسب الدوري اهو. طبعا انا هقول لك يا محمد ليه؟ في اسباب بتبني عليها شكل الفريق عامل ازاي؟ الاهلي اكثر استقرارا، يمكن الزمالك حرم من فتره القيد من اللعيبه ان هو يعيدهم، بالتالي ان في تغييرات شويه وعدم استقرار مش زي الاهلي. فاللعيبه لعيبه الاهلي الادوات اكتر بكتير. لا فانا اتوقع طبعا ان كل العناصر دي وكل الادوات وكل الشواهد اللي احنا شايفينها بتهيألي الاهلي الدوري هيبقى بالنسبه له فرصته اكبر بكتير من نادي الزمالك. طيب كابتن فضل عايز اسالك على النادي الاهلي ومشاركته في كاس العالم للانديه، حضرتك عرفت انه في تداخل بين مواعيد كاس الامم الافريقيه وكاس العالم للانديه، حضرتك من الناس اللي شغلت مناصب اداريه عديده وعارف مداخل ومخارج هذه الامور، ازاي النادي الاهلي يتعامل مع هذا الموقف؟ لا هذا الموقف لازم يبقى فيه تعامل. انا بص هو 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 الاهلي اكيد تعامل بالظبط، هو يعني هو انا متاكد هيرسل للفيفا وللكاف كمان في هذا. طبعا لازم يرسل طبعا، يبقى يتم مخاطبات رسميه، وهو اكيد طبعا الاهلي ما يعني ما مش منتظر، هو عنده خبرات كثيره جدا في المجال ده، والمخاطبات بتبقى بشكل سريع بشكل واضح. حقوق، فانت ما ينفعش يا كريم بيبقى عندك بطولتين قاريتين في نفس الوقت،
لازم يبقى في احترام لكل الانديه مش لنادي واحد، يبقى تنسيق مع جميع الانديه كل ظروف اللعيبه. فانا بتهيالي لا طبعا ان ده اتحاف كبير جدا على النادي الاهلي، وبتهيالي هي في الاخر الموضوع هيتحل. ان دايما يبقى في خطا، ده خطا على وجهه نظري، شايف ان هو خطا طبعا. فان انت تحط الميعاد في نفس التوقيت، يعني ميعاد كاس عالم الانديه في نفس توقيت كاس افريقيا، انت ما بتحترمش الاتحاد الافريقي، ده من وجهه نظري، وبالتالي الانديه الافريقيه وتحديدا الانديه المصريه، النادي الاهلي هو ممثل. صحيح. فبتهيألي المخاطبات دي اعتقد ان هي هتؤدي وهتسفر عن اكشن هيحصل طبعا لمصلحه الاهلي، ان هو ده الطبيعي. مش عشان يعني هي مش مشاجره يا كريم، ولكن هي حقوق. فالموضوع واضح جدا، وما دام انت انا اتحطيت بمجهودي ان انا بمثل افريقيا مش مصر فقط في كاس العالم للانديه، وعلى طول انا تاريخي ان انا متواجد ومحقق نتائج ايجابيه وممكن عاوز انافس ان انا اخد، وده حق شرعي جدا. فانت لازم تديني المساحه الكامله والحقوق الشرعيه الواضحه. صحيح. فبتهيألي ان النادي الاهلي طبعا هيعرف عارف الطريق ازاي، وبتهيألي في الاخر هتبقى الموضوع لصالح النادي الاهلي طبعا. كابتن محمد فضل، انا حقيقي بشكر حضرتك شكرا جزيلا على مداخلتك النهارده، حقيقي مداخله قيمه وكبيره، ونعتز بها دائما من الكابتن الكبير كابتن محمد فضل. طيب نروح للاستاذ شريف عبد القادر. ايوه نروح له اسئله الصحفي شريف عبد القادر. نساله بقى الاول، نرحب بيه الاول، بعد كده نخش على اسئله. استاذ شريف عبد القادر الصحفي المصري الكبير من قطر، نطمن منه على حال منتخبنا الوطني وبعثه منتخبنا الوطني قبل مباراه لبنان ان شاء الله في الثالثه عصر اليوم. استاذ شريف مشرف ومنور. حبيبي استاذ كريم، وبس تمسي على صديقنا العزيز محمد الحسيني، ودايما كده متالقين ومروقين ومشرفنا واعلام محترم. اشكرك دايما كده بالتوفيق ان شاء الله. اشكرك يا استاذ شريف. محمد هيسالك بقى اسئله كويسه قوي. سلوى محمد، طمنا على منتخب مصر عندك في الدوحه. الحمد لله الامور بتسير بشكل جيد جدا، والنهارده كان في مؤتمر صحفي نقاش لعمرو السوليه، وان شاء الله بكره هيبقى عندنا نستهل مشوارنا في البطوله في مواجهه المنتخب الليبي في الساعه 4 بتوقيت الدوحه، 3 بتوقيت القاهرة. المنتخب اتمرن النهارده حضور لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي في المراين، وتعب اللاعبين وحثهم على الأداء بشكل جيد جدا واستغلال الفرصة وتحقيق اللقب. وده طبعا كان بعد المؤتمر الصحفي اللي عقده كروش، واللي قال فيه جملة مهمة جدا جدا: طموحنا لقب العرب، ولكن هدفنا العودة للدوحة نهاية الموسم، نهاية العام القادم في المونديال. ودي رسالة واضحة جدا جدا لحرص المدرب البرتغالي على ان هو يستفيد اعلى استفادة من كأس العرب، تجمع كبير لم يعني يحصل عليه من قبل، سواء في مباراتي ليبيا او مباراتي انجولا وجابون، كان التجمع قليل جدا والمباريات متلاحقة، لكن ده عنده هنا تجمع كبير. طبعا غايب المحترفين، لكن عنده اللعيبه المحليين واللعيبه لاول مره تخش المنتخب او تلعب في المنتخب الوطني، هيحاول بقدر الامكان في الفتره دي يفرض حاله من الانسجام، حاله من خطط لعبه، طريقه اللعب هو بينوي عليها اخر المرحله الجايه، يشوف العناصر الجديده مدى تاقلمها، يشوف العناصر الخبره وكباتن الفريق ازاي، يعني المرحله دي محتاجه جهد كبير جدا، خاصه واحنا مقبلين على حدثين مهمين جدا: امم افريقيا والتصفيه النهائيه اللي هتبقى في مارس والمؤهله للمونديال. طبعا كان برضه في كلام مهم جدا للكابتن عمرو السوليه، احد عناصر الخبره في المنتخب، وواضح ان وجود الوضع في المنتخب رسالة قوية من كروش ان عمرو السوليه هيكون ليه دور كبير جدا معاه في المرحلة الجاية كأحد عناصر الخبرة وككابتن من كباتن الفريق بعد صلاح وحجازي والشناوي. فيعني
النهارده حتى الكابتن عمرو سلامه بيقول نحن بنحاول تحتوي اللاعبين الجدد ونعرفهم يعني منتخب مصر وقيمه اللعب لمنتخب مصر واهميه اللعب لمنتخب مصر في حدث كبير برعايه الفيفا. هايل جدا. طيب استاذ شريف اجبت كده؟ انت قلت كده استاذ محمد؟ بيقول لك انا جاوبت صح ولا لا؟ صح صح كده؟ اجابه كويسه ولا انت شايفها نص نص؟ كويسه كويسه نمشيها يعني عشان استاذ شريف حبيبنا يعني. ايوه حبيبي. طيب اتفضل يا محمد سأله تاني. مين التشكيل اللي ممكن يلعب ماتش لبنان؟ ان شاء الله منتخب مصر هيبقى تشكيله المتوقع او المنتظر ان شاء الله محمد الشناوي في حراسه المرمى، اكرم توفيق، زكي مين، احمد حجازي والوينش مدافعين، احمد الفتوح باك ايسر باك شمال يعني، في وسط الملعب عمرو السليه وحمدي فتحي، قدامهم قفشه على اليمين ومصطفى فتحي، على اليسار احمد سيد زيزو، وفي الهجوم محمد شريف وباك رايت اكرم توفيق زي الايمن. اكرم توفيق زي الايمن مش باك رايت واحد ما لناش كده بس عشان وقع مننا فقلت ناكد عليه كمان اكرم توفيق. طيب اكرم توفيق تمام اتفضل. هو مفيش غير باك رايت واحد؟ لا مفيش يا استاذ شريف، ما انا قلت اتاكد يمكن هيلاعب حد تاني ولا حاجه. اتفضل يا محمد. جمهور مصر مجهز مفاجأة للفريق الوطني بكرة. جمهور مصر إن شاء الله بكرة عامل إيه؟ مفاجأة للفريق الوطني بكرة؟ الجمهور مصر إن شاء الله عامل إيه؟ بكرة يا محمد بس عشان نبقى موضوعيين، على الورق فرص مصر والترشيحات كلها بتصب في مصلحة مصر. على حساب المنتخب اللبناني، إحنا لعبنا لبنان في تاريخنا كله ست مرات، فزنا في خمس لقاءات وقدمنا في المباراة ودية واحدة كانت في بيروت. الخمس لقاءات كلهم كانوا في بطولات كاس عرب ودورات عربيه وكلام ده، لكن احنا التاريخ كله بيصب في مصر، ولكن السحره المسديده عودتنا دائما ان احنا يعني ايه بنلعب وبنبذل جهد اقصى جهد عشان نحقق النتيجه. طبعا مباراه بكره دي الفوز فيها دفعه معنويه كبيره، الفوز فيها هيمنحنا ثقه كبيره في السعي نحو الدور التالي والظهور الى ما ابعد نقطه زي ما قال النهارده حتى كروش ان هو طموحه انه يوصل لابعد نقطه ويوصل للمباراه النهائيه والتتويج بلاها. المفاجات يعني مش هتبقى وارده قوي يعني. يعني مش هتبقى وارده قوي يعني هيبقى في مثلا تغييرات لو النتيجه مطمئنه، ندخل برضه عناصر جديده، احمد ياسين، محمد داوود، اللعيبه اللي هي مروان حامد، اللعيبه اللي هي لسه يعني جديده على المنتخب وما خدتش مباريات كتير، نستفيد من المباراه. طيب. لكن عندنا مواجهه صعبه طبعاً. او مواجهه هامه وقويه في بدايه المشوار، مش عايز اقول صعبه. عندنا مواجهه بقى اصعب مع السودان، والمواجهه بقى الحاسمه هتبقى مع الجزائر ان شاء الله. ان شاء الله الامور تبقى محسوبه، ان شاء الله الامور تبقى محسوبه في المباراتين، مباراه لبنان والسودان باذن الله يا استاذ شريف. طيب الجماهير سعاده محمد ما تستنيش ليه على الافتتاح بقى؟ محمد ما تستنيش ليه على الافتتاح؟ محمد عجبك الافتتاح؟ ايوه عجبك؟ ايه رايك في الافتتاح يا استاذ شريف؟ الافتتاح مبهر طبعا، مبهر ويحمل رسائل عديده، واعتقد ان في حاجات بين السطور او سطور يعني كلمات او جمل بين السطور كده يعني بتحمل رسائل عديده لوطننا العربي بشكل عام والمصري بشكل خاص. مصر كانت نجم الحفل او اللهجه المصريه او الحضور المصري كان نجم الحفل افتتاح النهارده ب الاغاني المصريه والمطربين المصريين، ويعني لما تشوف صور ام كلثوم صوت ام كلثوم وصوت الفنان عبد الحليم حافظ وحتى حسن شاكوش يعني كل الاذواق موجوده، وحتى الفنانين العرب اللي كانوا بيغنوا غنوا اغاني بلهجه مصريه، الفنانه مياده السوريه مياده خلاوي، الفنانه الجزائري ورده الله يرحمها راحله يعني، الفنان حسين الجسمي يعني كان في حضور طاغي، والسيده فيروز كمان الرساله كلمه انفنتينو يعني انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي باللغه العربيه فيها رساله واضحه جدا. حضور بقى واللي قاله السوشيال ميديا كله المحاكاه اللي حصلت بين الفنان حسين عبد الراضي والفنان المصري الراحل سعيد صالح، يعني دي كانت الصورة المعبرة طوال الحفل. أغنية أو السلام الوطني المصري
في بداية الأغنية اللي اخترت ما بيها حفل الافتتاح كانت معبرة جدا، ويعني يعني في رسائل واضحة وصريحة. صحيح. ومصر كانت أو اللهجة المصرية أو الفن المصري كان نجم الحفل. صحيح. أستاذ شريف عبد القادر الصحفي المصري الكبير من قطر لحضور كأس العرب، تغطية كبيرة ومهمة جدا من صحفي كبير كالعادة، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. إيه رأيك نسمع كارلوس كروش قال إيه في المؤتمر الصحفي قبل المواجهة؟ تحب نسمع؟ ماشي. نسمع. نروح لكارلوس كروش في المؤتمر الصحفي اليوم قبل مواجهة المنتخب اللبناني ونرجع نكمل كلامنا أنا ومحمد الحسيني، خليكم معنا. بالطبع لمصر هنا هدف واضح، فنحن نحاول أن نكون مستعدين ومتحضرين قدر الإمكان لكل المنافسات والمباريات التي سوف نشارك بها، ولكن الآن حان الوقت لكي نتحدث عن المباراة القادمة. وبالطبع خلال الأيام الثلاثة أو الأربعة الماضية نحن بذلنا قصارى جهدنا من أجل تشكيل الفريق وتحضير الفريق، ونحن نتطلع إلى هذه المباراة الأولى من أجل الوصول إلى أفضل النتائج. البطولة طبعا يعني يعتبر تجربة كويسة قبل بطولة أمم أفريقيا، هتبقى يعني مباريات كويسة لنا كمنتخب مصر إن احنا نعد نفسنا كويس للبطولة. جايين طبعا إن شاء الله وعندنا طموح واللعبة كلها مركزة إن احنا إن شاء الله نوصل أبعد مدى في البطولة ونرجع بالبطولة إن شاء الله. اللعبة كلها في مجموعة لعبة جديدة موجودين، ان شاء الله يبقى ليهم دور ويكونوا موجودين مع منتخب مصر، ان شاء الله نقدر نحقق اللي احنا عايزينه من بدايه مباراه بكره ان شاء الله. اللعيبه اللي موجوده في اوروبا طبعا اسماء كبيره ويعني مش محتاجين ان احنا نتكلم عليهم وعلى تاثيرهم مع منتخب مصر، كنا نتمنى طبعا ان هم يكونوا موجودين، بس يعني المجموعه اللي موجوده من اللعيبه مجموعه لعيبه كويسه عندهم طموح عايزين يحققوا حاجه مع منتخب مصر، عايزين يثبتوا نفسهم، فدي فرصه كويسه ليهم والمجموعة كلها ان احنا نعمل حاجة في البطولة. زي ما قلت لك اللعبة كلها مركزة وعندنا هدف واحد ان احنا ان شاء الله نرجع بالبطولة. الموضوع هيبقى يعني في لعبة كتير ما لعبتش قدام جمهور، انا جيت هنا قطر مرتين الحمد لله، قطر كان مش حلو عليا، خدت تالت عالم والسوبر افريقي، ان شاء الله تبقى دي تالت بطولة واول بطولة ليا مع منتخب مصر، وان شاء الله محتاجين طبعا دعم الجمهور اللي موجود في المدرجات، إن شاء الله يعني الاستاد يكون متقفل ويبقى دفع قوي لنا إن شاء الله. قلت بأنه ليس من بيننا لاعبين محترفين، ينبغي أن نصحح هذا المفهوم، فاللاعبون المحترفون ليسوا فقط اللاعبين الذين يلعبون في أوروبا، هذا المفهوم خاطئ، فهناك أيضا لاعبون مجموعة من اللاعبين لديهم نفس المعايير مثل اللاعبين المحترفين ويريدون أن ينمو ويريدون أيضا أن يصلوا إلى أعلى المستويات، وبالتالي هذه المنافسة تعد فرصة لنا بالنسبة كفريق لكي نتطور كمجموعة لكي نلعب كرة قدم بشكل أفضل. وفيما يتعلق بهدفي فهو بسيط، كنت أقول لهم نحن نأتي إلى هنا ومعنا حلم أن نصل إلى أعلى المستويات، ولكن هذا شبيه بإذا الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى وذلك للوصول إلى قمة الجبل، وبهذه الطريقة سوف نحضر الفريق وسوف نركز مباراتنا القادمة ونلعب كرة قدم بشكل أفضل، نحسن من لعب كرة القدم في كل مرة. إذا هذا هو حلم كل لاعب بشكل فردي، كل مدرب بشكل فردي، أن ندخل إلى الملعب ونحب أن نكون فخورين بعملنا ونحب أن نجعل المشجعين مسرورين ونشعرهم أيضا بالفخر. فالنتيجة مثل ما قال الكابتن هي بمساعدة الله، المهم بالنسبة لنا أن نأتي إلى هنا ونكون طموحين ونلعب بشكل جيد ونصل إلى أفضل المستويات، هذا هدفي، هذا هدف جميع اللاعبين. بنحاول نشيل الرهبة من عندهم، كلهم مجموعة لعيبة كويسة، سنهم صغير، عندهم قلة خبرة، واحدة واحدة بنحاول ندخلهم في جو منتخب مصر وأنهم يخشوا جوه المجموعة، وان دي فرصة ليهم ان هم يثبتوا نفسهم ويبقوا موجودين الفترة اللي جاية. يعني كلهم عندهم طموح
عندهم رغبة ان هم يلبسوا تيشيرت منتخب مصر ويكملوا المسيرة. ان شاء الله تبقى فرصة كويسة ليهم وكل واحد يظهر بأحسن حاجة عنده ويساعد منتخب مصر ان شاء الله. إذن بعد بضعة سنوات في هذا المجال أنا أحاول وأحاول إلى قدر الإمكان أن أبسط الأمور، فحياتي وحياتنا تتعلق بالمباراة القادمة في كل مرة، ليس هناك من مباراة ثانية إن لم ننجح في المباراة التالية بالنسبة لنا المدربين بشكل خاص. نعرف أن حياتنا معلقة بالمباراة التالية، فنحن نتحضر في كل يوم ونحضر اللاعبين والفريق لكي يكونوا مستعدين، لكي يكونوا في المرحلة المناسبة للاستعداد، وذلك من أجل الأداء الجيد والفوز بالمباراة المقبلة. يا أنا بحاطكم مرة أخرى، تصريحات كروش دايما تصريحات ذكية، سواء بقى في قبل المباريات بعد المباريات في أي وقت، تصريحات دايما ذكية وواضح، راجل واضح جدا في تصريحاته، والأهم أنه هو واقعي جدا وبتعامل مع كل المباريات وكل الأمور بشكل رائع جدا. لسه معايا النجم النهاردة محمد الحسيني. محمد أنت منور صح؟ أه. أنت إيه رأيك في الألوان الحمراء الكتيرة اللي حوالينا دي؟ حلوة. حلوة عجبك؟ أيوة. الدنيا كويسة؟ طب أنت مرتاح؟ مرتاح. مبسوط؟ أه. طيب امبارح كنت مبسوط؟ ايوه. امبارح كنت مبسوط ليه؟ انا امبارح رحت المهرجان القاهره السينمائي الافتتاح، الفيلم اسمه تمساح النيل، دعاني نبيل الشاذلي وابن ابو هيف. الله، اسطوره مصر. وعبد لطيف ابو هيف هو سباح المنش طبعا، وانا كمان سباح المنش. دخلت ومشيت على البريد كاربت واتصورت وسجلت مع كل القنوات الاجنبيه. يا بختهم. ودخلت اتفرج على فيلم اسمه تمساح النيل. فيها ايه؟ كنت عايز اقول رياضه زائد علم يصنعه بطل حقيقي. صح. وفيها تربيه، اخلاق، وطنية. صح. هحكي لك عن الفيلم. يلا. دلوقتي. بس ما تحرقش الفيلم. ما تخافش. ماشي. لا خليني بتكلم بقى مع السادة المشاهدين على الكاميرا. ماشي. انا شفت الفيلم اسمه تمساح النيل واستفدت منه جدا. شفت عبد لطيف ابو هيف كان بيتفرج على فيلم طرزان. اما عبد لطيف ابو هيف اما اتفرج على طرزان هو بيسابق التمسيح. قال اخوه او طلب من اخوه كبير اللي هو عايز يتدرب سباحه وهو عنده 6 سنين، واتدرب فعلا، اتدرب سباحه ودخل بطوله في الاسكندريه وكمان كسبها وتاهل لبطولات الجمهوريه، كمان اتاهل او اتصعد لبطولات عالمية في مسافات طويلة، وده فعلا أسطورة في مسافات الطويلة، ودايما رافع اسم مصر وعلم مصر، وكل الأجانب خايفين منه وعملوا له كمان حساب، فعلا عملوا له حساب. عشان كده بقول الرياضة زائد علم يصنعه بطل حقيقي، وكمان الرياضه بتعلمنا اخلاق الفرسان. شفت عبد لطيف ابو هيف بيتنافس مع السباح الفرنسي. عبد لطيف ابو هيف عارف ان السباح الفرنسي محتاج فلوس، عشان كده هو عبد لطيف ابو هيف اتاخر نفسه شويه علشان السباح الفرنسي كان محتاج فعلا الفلوس، لمسوا مع بعض عشان يقسموا الجايزه الفلوس مع بعض. الله. مع بعضيهم. وكمان شفت في البحر المنش في سباح مات في بحر المنش، وايه؟ وعبد لطيف ابو هيف كمل السبق وكسب واتبرع بفلوس لاولاده السبعه. الله. نفس الكلام عملها فين؟ في اوروبا. عمل كمان في اوروبا عشان وكان عنده روح وطني بجد.
اصل هو مصري صح. راح لبنان في بيروت، راح لبنان فين؟ في بيروت. عامل ايه ساعتها؟ دخل البطوله دي وكسبها، ودفع واتبرع، اتبرع بالجائزه دي لمصر. دي اول حاجه عملها. الله فعلا. الله. وكمان عبد اللطيف ابو هيف اتكرم من ملك فاروق، وعبد اللطيف ابو هيف سمع صحابه طلبوا هم عاوزين عماره، لكن عبد اللطيف ابو هيف طلب من ملك فاروق، عايز يخش كليه حربيه في بريطانيا، ورجع ضابط. عظيم. ورجع ايه؟ ضابط. ده الطلب اللي عبد لطيف ابو هيف طلب من ملك فاروق كده. الله. بس كده بقول الرياضه زائد علم بيصنعه بطل حقيقي. صح. بقول الساده المشاهدين الايه؟ في كان في فيلم، في الفيلم التربيه والاخلاق والوطنيه. صح. الله عليك، ايه الجمال ده؟ انت يعني قلت كلام عظيم جدا. انا متاكد ان الساده المشاهدين دلوقتي مستمتعين جدا زي ما انا قاعد مستمتع جدا قاعد بفرج عليك انا دلوقتي. عارف انت مستمتع ورحت اتفرجت عليك على الشاشه دلوقتي عشان استمتع اكتر. محمد، قصه عظيمه، قصه عظيمه. الحمد لله ببلدنا اساطير عظيمه، اساطير كبيره ما بيخلصوش. اتفضل. اتفضل. مين دعاني؟ نبيل الشاذلي. وابن ابو هيف. الله الله. ما انت عشان عارف ان انت بطل انت كمان. انت بطل. ايوه صح كده؟ صح صح كده. طيب احنا لسه مكملين مع حضرتكم هذه الحلقه الممتعه جدا، وانا متاكد ان شاء الله ان حضراتكم مستمتعين بمحمد اكيد اولا، وبالحلقه ان شاء الله تكون بالنسبه لكم فيها اللي انتم عايزين تسمعوه وتشوفوه. هنروح لتقرير عن مباراه مصر ولبنان وتوقعات الجميل لهذه المواجهه، وبعد التقرير هنروح لفاصل وهنستقبل ضيف كبير وعظيم جدا. مين الضيف اللي هيبقى معانا محمد بعد الفاصل؟ الإعاقة في الفكر وليست في الجسد. في مشاهير كتير من ذوي الهمم حولوا الإعاقة إلى الإنجاز والإعجاز. أهلا بيكم بالسادة المشاهدين، صحابي وإخواتي. معاكم النهارده السباح محمد الحسيني. كنت بتكلم قبل كده في حلقاتي او برامجي بطل نصف وزن التحدي، كنت بتكلم عن الفنانه المكسيكيه فريدا كاهلو. كانت قدرت ترسم ببقها، كانت عندها اصابه في اطراف ايديها، لكن انا فرحان ان معايا النهارده فرعون مصري قدر يرسم ببقه وعمل لوحات كتير وعمل معارض كتير. مش فنان وبس، لا، ولا عامل معارض وبس، لا، وكمان حصل على الدكتوراه في الجامعه. ضيفنا النهارده دكتور رضا فضل. دكتور رضا فضل هيكون معانا ان شاء الله، الدكتور العظيم دكتور رضا فضل. اعجاز مش انجاز، هنشوف ده بعد التقرير وبعد الفاصل، خليكم معانا. بعد غياب طويل يعود المنتخب الوطني للمشاركة في كأس العرب في نسختها العاشرة، والتي تقام للمرة الأولى تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في قطر، وذلك للاطمئنان على الاستعدادات الأخيرة لاستضافة كأس العالم 2022. منتخب مصر الذي يشارك بمنتخب يتكون قوامه من اللاعبين المحليين عدا أحمد حجازي المحترف في اتحاد جدة السعودي، يخوض أولى مبارياته عصر الأربعاء أمام لبنان، حيث تضم المجموعة بجوارهما منتخبي الجزائر والسودان. المدرب واخد تشكيلة حلوة، بس طبعا اللاعبين المحترفين هيفرقوا معانا ان هم مش موجودين، فهنكسب لبنان ان شاء الله وهنكسب السودان
ممكن نعمل نتيجه حلوه نتعادل مثلا مع الجزائر. انا توقعي في كاس العرب بصراحه يعني انا شايف ان المنتخب مستواه كويس اليومين دول، فيا رب يعني كلنا مع المنتخب دلوقتي. منتخب مصر ان شاء الله يحقق مركز كويس يعني، و ان شاء الله ننافس بقوه يعني. وباذن الله تعمل اداء حلو يعني وكده، بس الاداء في الاخر ما كانش حلو، بس النتائج يعني هما بيكسبوا، بس عايزين اداء احسن من كده يعني باذن الله. ان شاء الله تكون نتائج يقدر يحقق نتائج كويسه باذن الله، حاجه تكون مشرفه لمصر باذن الله، منتخب مصر ان شاء الله. ويسعى نجوم الفراعنه لتحقيق انطلاقه قويه على حساب المنتخب اللبناني لارسال رساله للمنافسين مفادها ان المصريين قادرون على حصد اللقب العربي للمره الثانيه في تاريخهم، وذلك على الرغم من تصريحات البرتغالي كارلوس كيروش أن المشاركة فرصة جيدة من أجل منح اللاعبين فرصة التعلم واكتساب الخبرات بغض النظر عن النتائج. وشاركت مصر في البطولة من قبل في 4 مناسبات، حيث كانت البداية في النسخة الخامسة عام 1988 بالأردن، وحصد الفراعنة المركز الثالث، ثم في النسخة السادسة عام 1992 في سوريا، وهي البطولة التي شهدت تتويج الفراعنة الوحيد باللقب، بعدما تغلب نجوم منتخبنا على المنتخب السعودي 3-2. بعدها شاركت مصر في نسختين للبطولة بالمنتخب الأولمبي، الأولى عام 1998 في الدوحة، والثانية عام 2012 في السعودية، لتجهيز المنتخب الأولمبي الذي كان يستعد وقتها للمشاركة في أولمبياد لندن. ويلتقي منتخب مصر السبت المقبل مع السودان قبل أن يختتم مرحلة دور المجموعات بمواجهة قوية تجمع بينه وبين المنتخب الجزائري الثلاثاء المقبل. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك. عامل اخبار؟ الحمد لله بخير. مشرفني دايما. داخل على طول عليها. انا اللي اتشرفت بيك يا محمد. حبيبي، معانا دلوقتي دكتور رضا احمد فضل من متحدي الاعاقه الحركيه، ده راجل اسطوره، ده راجل بدون مبالغه اسطوره، ده بيعمل حاجات خياليه، تمام؟ تخيل الراجل العظيم اللي قدامنا ده، بجانب ان هو فنان كبير جدا وعظيم جدا ورسام شاطر قوي، هو راجل دكتور في الجامعه. كمان مشرفني في هذه الفقره، انا محظوظ قوي معايا رضا ومعايا محمد النهارده، حلقه يعني تدي طاقه ايجابيه قد كده. رضا انت مشرف ومنور. دكتور رضا مشرف ومنور. ربنا يعزك. طبعا الاول بتشرف ان مع حضرتك في البرنامج ده، وكمان سعيد كمان بوجودي مع محمد حبيب. وسعيد بالتقديمه الجميله اللي كانت قبل الفاصل، متشكر جدا محمد، وكمان تقديمه حضرتك يعني حبيب. كلها طاقة وبتحمل لي مسؤولية للي جاي كمان يعني. يا رب معاك يا رب معاك. ايه رأيك تاني يا محمد لو قلت التقديمة اللي انت قلتها من شوية دي عن رضا؟ حاضر. ممكن؟ ممكن. يلا بينا. الإعاقة في الفكر وليست في الجسد. في مشاهير كتير من ذوي الهمم أصبحوا على أرض الواقع وحولوا الإعاقة إلى الإنجاز والإعجاز. اهلا بيكم بالساده المشاهدين باصحابي واخواتي. معاكم النهارده سباح محمد الحسيني. انا كلمت قبل كده في برامجي او حلقاتي بطل نصف وزن التحدي، كلمت عن الفنانه المكسيكيه فريدا كارو، قدرت ترسم ببقها، كانت عندها اصابه في اطراف ايديها من صغرها. أنا فرحان إن معايا النهارده فرعون مصري قدر يرسم ببقه وعمل لوحات كتير وعمل معارض كتير، مش فنان وبس ولا عمل معارض وبس، لأ وكمان حصل على دكتوراه في الجامعة. أهلا بيك يا دكتور رضا فضل. أهلا بيك يا محمد، ومتشكر تاني جدا على الكلمات الجميلة ديت، و كلمات كبيرة عليا يعني صراحة. احنا عايزين نعرف امتى ابتديت ترسم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني محمد انا بدأت الرسم وانا يعني 5 سنين 6 سنين من بعد ما اختي علمتني ازاي امسك القلم، وانا بدأت بقى ايه احاول ارسم الحاجات اللي انا بشوفها قدامي.
طبعا انا من قريه تبع دسوق كفر الشيخ اسمها شباس الشهداء، فكنت بقى ارسم الفراشات اللي بشوفها في الغيطان والزرع حواليا، ارسم الطيور اللي انا بشوفها، فدي كانت البدايه بقى. ومين كان بيشجعك او بيدعمك او بيديك الثقه؟ طبعا اول حد كان والدي ووالدتي الله يرحمهم، دول كانوا اول داعم ليا. وبعد كده بقى يعني ربنا جعل لي في كل يعني مرحله حد يبقى جنبي. في البدايه كان مشرف الفني في مركز الشباب، وطبعا كان دور مركز الشباب كان قوي جدا خاصه في سن الطلايع في الوقت ده، الكلام ده كان في 96. وكنت بشارك مع الاسوياء في مسابقات القراءه للجميع والمسابقات الثانيه. طبعا كان في تحدي كبير بينه وما بينهم، لحد بقى يعني ايه المرحله بعد كده. الدكتوره منى ابو النصر كان الله يرحمها كانت يعني شجعتني وقالت لي انت ممكن تخلي في شق اكاديمي بجانب الشق الهوايه اللي عندك او الشق الفني، وبكده تربط حياتك الفنيه وتبقى فيها احتراف اكتر. وانا الحمد لله اخذت بالنصيحه دي، وعشان كده دخلت كليه التربيه جامعه الازهر شعبه التربيه الفنيه. شيخ، كان في حد بيتنمر عليك او بيضايقك؟ بص، في النقطه دي طبعا مش هقدر انكر، طبعا انا من قريه، وطبيعي كمان ان في يعني في انا مواليد 81، ففي الثمانينات والتسعينات حتى لو قريب برضو الثقافه العامه في المجتمع ما كانتش زي دلوقتي، فطبيعي ان يبقى في تنمر. اذا كانوا بيتنمروا على الاسوياء يبقوا مش هيتنمروا عليا، لكن انا بقى الحمد لله تخطيت يا محمد المرحله ديت، ويعني بدات ان اللي بيقول مثلا بيتنمر عليا او بيقول لي كلمه تزعلني، طب وليه انا اسمع له؟ بالعكس، انا اما اثبت نفسي في مجالي وفي حياتي هو بكره اللي هيقول انا عايز ابقى زي ده. ايه يا اخي الجمال ده؟ ايه طموحاتك؟ ايه طموحاتك اللي جايه؟ وتقول الساده المشاهدين ايه؟ بص يا محمد، يعني انا والحمد لله كل مرحله بيبقى لها هدف عندي. فانا في البدايه كان هدفي ان انا احاول اشارك في معارض كتير واخد مسابقات على مستوى الجمهوريه وعلى مستوى الدول العربيه واشارك في معارض دوليه، والحمد لله حققت جزء كبير من ده. بعد كده كنت كاتب عندي في ورقه من قبل ما ادخل الكليه ان شاء الله هبقى اول الدفعه واتعين معيد في الكليه، والحمد لله ربنا كرمني في كده ونجحت في الاربع سنين وكنت اول الدفعه، وطلعت من الكليه امتياز مع مرتبه الشرف واول الدفعه. وبعد كده تعينت معيد في الكليه من 2012، وبعدين اخذت الماجستير 2014 والدكتوراه 2019، وان شاء الله بقى اللي جاي تبقى الاستاذيه بقى ان شاء الله. اسعارك ايه اما فخامه الرئيس جالك المعرض وسلم عليك؟ شعورك كان ايه؟ طبيعي يا محمد، اما بتلاقي قدامك يعني رئيس الدولة وبرضه يعني بيبقى احساس بالتقدير من الدولة وانك عملت حاجة كويسة، وده كمان بيديك حافز للي جاي انك تشتغل على نفسك اكتر وانك تثبت نفسك في اللي جاي اكتر كمان. عايز تقول حاجه ثانيه ولا اكمل انا معاه بقى؟ اكمل انا بقى صح. اخد ده، خدت مني الحديده في الفاصل، بيقول انا خدت منك الحديده النهارده ومش هسيبك تتكلم خالص، اخد حبه بقى. لا بصراحه يعني هو كمان ما شاء الله متمكن، يعني انا شاهد. شاطر قوي، شاطر يعني، لا شاطر بجد ما شاء الله عليه يعني. طيب دكتور رضا، عايز اسالك بصراحه، انت قلت لي في لحظات انت واضح انه في حياتك كلها عديت بمراحل اكيد مش سهله، اكيد مش سهله. اول مرحله دي هي مرحله الطفوله، ليه مرحلة ممكن تبقى محطم، متضايق، حاسس بالفرق، حاسس ان انا لا مش هعرف، لا انا مش هقدر، مستحيل اقدر. اللحظات الاولى دي عشان بس تبقى رسالة للي حاسس بكده، اللحظات الاولى دي اللي انت قلت لنفسك لا انا مش هقدر، وبعد كده رجعت تاني وقلت لا انا هقدر وهتحدى نفسي. بص، هو سؤال خطير صراحة يعني. فوت. تسلم علي حبيبي. يعني مبدئيا في دول اوروبا والدول الثانيه
المرحلة المراهقة والبداية الشباب دي ذوي الإعاقة ممكن توصل بهم الحالة للانتحار تمام؟ ولكن بيتغلبوا عن كده بأنهم يعرضوا عليهم النماذج الإيجابية في حياتهم. صراحة أنا محدش عمل كده معايا، ولكن أنا عندي والدي كان من أبطال حرب أكتوبر. الله. تمام؟ وكان من مصابي حرب أكتوبر، فدايما هو على طول في أي مناسبة وطنية يقعد يحكي لنا عملنا وخلينا، فطبيعي إن البيت كله والحمد لله عنده العزيمة، عنده الإرادة، بالإضافة إن ربنا يعني سبحانه وتعالى خاصة ذوي الإعاقة أو ذوي الهمم بيديهم طاقة إيجابية وحافز غير عادي، لأن هو الشخص ده بيبقى عايز معلش يعني الأسوياء أو الفرد العادي بيعمل المستحيل عشان يثبت نفسه، لكن ذوي الإعاقة بيتحدى اتنين في نفس الوقت، بيتحدى الإعاقة اللي عنده بالإضافة للحياة والصعوبات اللي موجودة فيها، فهو الضغط بيبقى عليه أكتر، فلازم أول حاجة يبقى مؤمن بقضاء ربنا وراضي من جواه، تاني حاجة لازم يبقى مؤمن بقدراته وعارف قدراته كويس وإزاي ينميها ويطورها علشان يوصل للمرحلة اللي بعد كده. الله عليك، الله عليك والله. طيب دكتور عايز اسالك على مرحله الدراسه بقى، انت ممكن تقول ايه انا موهوب وانا اكتفي بفكره ان انا بعرف ارسم وخلاص، ازاي تبقى متفوق هذا التفوق الباهر؟ يعني انت ممكن تقول ايه خلاص انا شاطر في على فكره ده، يعني اي حد لو شاطر في حاجه، شاطر في صنعه ولا في مهنه يقول لك انا هعمل ايه بالتعليم، ما انا كده كده تمام ما انا شاطر. يعني ازاي عرفت تعمل الاثنين مع بعض؟ هي كمان دي كمان فيها فكرة، كان بالنسبة لي عندي هدف طبيعي في أو بنسبة 90% اللي عنده يعني إعاقة أو كده، خاصة لو في الأطراف أو لو كان مثلا في الكفيف أو كده، فرقم واحد يبقى ده إمام وخطيب أو مدرس لغويات. تمام؟ أنا صراحة كان عندي فكرة مختلفة، أنا بقول إن ذوي الإعاقة وذوي الهمم بشكل عام ممكن يبقى دكتور، ممكن يبقى مهندس، ممكن يبقى فنان تشكيلي أو دكتور جامعة، ليه لأ؟ تمام؟ فكان عندي من البداية الفكرة دي، أنا زي غيري، ولازم أقول للناس كلها والعالم كله إن أنا أبقى في أي مكان وأقدر أوصل لأي حاجة. حتى أنا في المقابلة الشخصية كان رئيس القسم الدكتور حمد عبد الله بيقول لي أنت داخل تربية فنية ليه؟ فقلت له الجملتين دول، وكمان كان فكرة إن طالب من ذوي الإعاقة وإعاقة حركية في إيدين الاتنين ويدخل تربية فنية، يعني صعبة الفكرة لما تيجي تفكر فيها كده تلاقيها صعبة شوية، لكن هتخطف أنا مش هصدق يعني مش لكن صراحة كمان كان هيئة التدريس في الوقت دي كلها كانت واقفة جنبي، ما منكرش دورهم طبعا يعني في أي حاجة، حتى لو الشغل كانوا بيبقوا يعني معايا فيه متساهمين معايا فيه وبيساعدوني فيه واعمل الحاجه دي ازاي. وبعد كده كمان لما كملت الدراسات العليا في جامعه حلوان في تربيه فنيه، الناس هناك صراحه هيئه التدريس كلها يعني اخلاق وفنانين، انا اتعلمت هناك كتير يعني صراحه اضافوا لي كتير جدا جدا يعني، ولحد دلوقتي بتعلم منهم طبعا اساتذتي. طب انا عايزك تحكي لي شويه عن الموهبه، بترسم ازاي؟ يعني بترسم بقى، بترسم بقى، بترسم بقلام عامله ازاي، بترسم على ايه؟ يعني احكي لي اكتر انت بتعمل ايه. انا في البدايه بعد ما اتعلمت ان انا امسك القلم بايديا الاثنين بكتب كده، بعد كده في مدرس في القريه علمني ازاي امسك القلم برجلي وكتبت بيه، وبعد كده بحكم ان انا بعمل كل حاجه بايدي وبقي، فبدات امسك القلم ببقي واكتب بيه، فانا الحمد لله برسم وبكتب بالفم وبالقدم وبالعضودين زي ما انا ماسك كده. ودي مناسبه حلوه ان انا دلوقتي عايز اعمل تحدي معاك ومع كل المشاهدين اللي شايفيننا دلوقتي. انا هكتب اسمي على الورقه دلوقتي بالقلم ببقي، وانت كمان هتكتب. خد التجربه مع بعض. الخطوه دي لا انا ضعيف يا عم، ده انا قد كده اهو. لا انت بتختبرني عليه، بس هعمل كده. اكيد هيبقى في فشل ذريع يعني، بس انا معاك، انا معاك في اي حاجه. طب وريني الاول انت هتعمل ايه وانا هقلدك. طيب ماشي اوكي. ده انا فاشل جدا، ده انا ما بعرفش ارسم بايديا. هعلم حبيبي. يلا بينا. بسم الله.
وريني العظمه بقى. بس الازاز برضو يعني مخليها مهزوزه شويه. الله عليك، يا نهار ابيض، ده اختبار صعب قوي يا رضا اللي انت حطيتني فيه ده، بس عشان خاطرك. بس ما ترتبطش بالحجم، انت ممكن تكبر الخط شويه. صح كده؟ عشان الموضوع مش هيعمل كده طبعا. طيب اوكي، صعب قوي يا محمد. حاول الحمد لله. الحمد لله يا محمد. يرحمكم الله. يا محمد يا دكتور، يا محمد الدكتور. انت فرجني يا دكتور. ما انا بلاش. فرجني. لا انت مطلع احراج. ما انا عارف ان انت بطل خارق، انا ما فيش. لا لا اشوف التجربه. طيب سؤال بس، عشان ده كنت كاتب في حاجه انا عندنا. طيب تمام. ماشي. دي حاجه انا في الاعداد يعني كنا كاتبينها. تمام. بس يا جماعه ده اسمي ببقي. واضحه؟ عايز زوم يعني. ايه رايك يا دكتور؟ جميل حلو. تجريدي. انا مقتنع ان ده اسمي. ايه رايك يا محمد في اسمي؟ اسمك حلو. اسمك حلو حبيبي يا محمد. يا دكتور عشان انت بطل، انا اقسم بالله حاولت دلوقتي اعمل باي حاجه، انا مش متخيل ازاي توصل للمرحله دي. بص بقى الاول يا نهار اسود يعني. بصوا يا جماعه تاني معلش، انا اسف يعني، هي فضيحه بصراحه، مش انا احتفظ باسمي كده، انا غالبا هبروزها يعني، غالبا هبروزها. شكرا يا دكتور. اتفضل يا دكتور. بص الاول انك تشاركني في التجربه ديت، دي انا كان لي هدف منها انك تمر بنفس التجربه اللي بيمر بيها ذوي الهمم وذوي القدرات يعني او المختلفين، خاصه اذا كانت الاعاقه في الايد او في القدم او بشكل مختلف، فانت يعني هم الصعوبات بيقابلوها كل يوم وفي كل وقت. تمام. فدي حاجه من ضمن الحاجات اللي انا بستخدمها بشكل يومي، اللي هي ان انا اكتب اسمي تمام او اكتب ببقي، فهي فيها صعوبه جدا. وطبعا انت ما بقتش عارف تمسك القلم يمين او شمال، وعضلات فكك اكيد وجعتك، وبعدين وانت بتكتب عينيك الاثنين حوالي ما بقتش شايف. انا والله معاك. وانت خدت بالك اصلا انا بحاول بايديا اسنده، بسند القلم كده عشان هو عمال يروح مني. خدت بالك؟ دي مخالفه. مخالفه دي فيها طرد دي. بس ده انا بص، ايه رايك يا محمد؟ حلو وراي. حلو حلو. ما شاء الله عليا. عايز اقول لك كمان ان انت بتوصل للمراحل المتقدمه بالتدريب، انك تشتغل على نفسك. فكل ما تشتغل على نفسك وتدرب نفسك بتبقى افضل. انت عارف انت دلوقتي عملت، معلش ارفع الورقه تاني للساده المشاهدين، وانا ايه هقول حقيقه تعريف القصه دي، انه احيانا ممكن نقول ايه يا جماعه، هاتوا زوموا على الاسم تاني بعد اذنكم. انا ممكن اقول ايه، ما سهله يعني، ايه المشكله؟ انا لما بشوف حد في التلفزيون حاجه بيكتب ببقه، فاقول عادي برجله اهو ماسك نفسه وبتاع، فاكرينها سهله عشان انا ما عملتهاش قبل كده، اللي عملتها ببقه اللي عملتها برجله، فبقول سهله. بس هي مستحيله تقريبا يعني، بالنسبه لي انا كانت مستحيله. انا حتى مش عارف اعمل حرف يعني، خد بالك الاسم كله انا مش عارف اعمل الكاف، مش عارف اكتب حرف وبعد كده اشخبط، مش عارف. انت اسمك اتكتب حلو قوي. اتكتب حلو قوي؟ طب اكتبه لي بقى، اكتبه لي بقى، خليني افرح باسمي شويه عشان احتفظ بيها برضه. حاضر اهو. شايف الجمال اللي بيحصل ده؟ بص الجمال. الله عليك. هات بقى الكاميرا. انت ما شفتش خطي بايديا عامل ازاي؟ هات يا جماعه زهق. انا دارس معاك خطوط ده، معلش. لا والله. ما شاء الله عليك والله. يا دكتور والله ما شاء الله عليك. ربنا يخليك. ايه الابهار ده؟ ربنا يعينك. طيب هاتوا لنا بقى يا جماعه، يعني كنتوا دلوقتي بتعرضوا شويه رسومات من اللي بيرسمها الدكتور رضا، هاتوها تاني بقى عشان نحكي فيها مع الدكتور. ايه ده يا دكتور؟ ايه الجمال ده؟ واحده واحده بقى على قد ما نقدر يعني. دي انا يعني حابب ان انا ادي الست شكل مختلف شويه، فبعمل شعرها كانه موج بحر كده. وكمان في الطائر اللي هو يعني يعتبر او صديق بتاعها، اللي هو بيتكلمها او يعني هي بتحكي له، هو بيحكي لها يعني. الله. شوف السؤال اللي بعدها. اكيد سؤال. الله. دي كانت عن ثورة يناير، دي يعني هي بتعبر عن الشعب في الوقت ده،
وطبعا دور الجيش في ان هو يحمل الثوره وكده. الله. دي جداريه في دي مقتنيات في اليونسكو في الامم المتحده، دي مساحتها متر ونص في 4 متر، بتتكلم عن السلام والرياضه في العالم. عظمه. انا متخيل، انا بحاول بقعد اتخيل انت ازاي رسمت الكلام ده، حتى دماغي مش جايباني ولا موصلاني. ده بايه بقى؟ بايديك؟ يعني هو ده بالايد. الالوان بتبقى مختلط ممكن ما بين ايده والفم والقدم، الالوان الابيض واسود بيبقى الشغل بالايدين والفم. مستحيل مستحيل حتى دماغي تجيبني ان انا افهم ده يعني. مستحيل. علمك متقلق بجد. انا مش هسيبك، انا مش هسيبك الا لما تعلمني. وانت هتعلمني سباحه اكيد، احنا متفقين صح؟ انا بجد في كلامك. لا اكيد. دي ده خط ده خط كوفي، حروف حروف واخده هيئه الانسان. انا بقول ان من خلالها ان الحرف او الكلمه بتطلع من بق الواحد، لكن بتعبر عن اللي جواه بكل احاسيسه. اللوحه دي مثلا معموله بقلم تحبير في ملايين النقط والخطوط عشان تطلع بالشكل ده، ومن الصعوبه انك تعمل لوحه فيها كذا بعد وتطلع فيها البعد الثالث بقلم واحد. والشغل الربيض والفنانين عارفين الكلام ده، ان الغلطه فيه ما بتتصلحش خلاص. فلازم تبقى عارف النقطه انت حاططها فين وازاي يعني. اللي راح راح يعني. طب انت وبينك وبين زمايلك لما يبقى في تنافس بينكم، اصل زي لعبه، انت بتقول انا هرسم رسمه واللي جنبك بيرسم رسمه، مين من اصدقائك القريبين اللي بيرسموا معاك، مين ان انت حاسس انك بتنافسهم دايما؟ منافسه حلوه يعني، منافسه حب يعني، وبتكسب المنافسه دي. والله انا كان وانا يعني في الابتدائي كان ليا زميل اسمه عاطف، كان دايما هو اللي يعني زي ما نقول نائر ونائر كده مع بعض، اللي يرسم احسن واللي يكتب احسن، وكان المدرسين يحكموا بينا، وكنا بنبدل على اساس نشوف المدرسين متحيزين ليا او لا. وبعد كده يعني الاسلوب بقى انا اتغير. لا انا يعني حكايه مش منافسه بقى، ده حكايه ان انا هتعلم منهم ايه وهعلمهم ايه. الله. ان احنا نستفاد من بعض. ولحد دلوقتي طبعا انا بستفاد من كل زمايلي ومن كل الفنانين، ونفس الحكايه انا ممكن اعمل حاجه غير يستفاد منها. ايه اغلى صوره صورتها في حياتك يعني بتحس ان هي غاليه عليك قوي؟ في كذا حاجه. في حاجه انا كنت عاملها عن محمد الدره الشهيد الفلسطيني، فيه كمان لوحه بعتز بها جدا كنت عاملها عن الطفوله طفولتي، واستوحيت افكارها من بنتي رؤى. رؤى كان عندها 5 سنين، فكانت عندها دلوقتي 10 ما شاء الله يعني، فهي عندها 5 سنين كانت بترسمني. فكانت بترسم ايد طويله وايد قصيره، بس عامله في الاثنين صوابع. فهي شايفاني ان انا بعمل كل حاجه بايدي، هي مش شايفه ان انا عندي اعاقه، فهو ده تعبيرها. فانا اخدت الشكل بتاع رسوماتها وعملت، بدات اعمل انا لوحه احكي فيها طفولتي وانا قدها كده واكبر شويه يعني. دكتور انا حقيقي والله العظيم عاجز قدامك، وحاسس ان انا مستمتع وفرحان وفخور في نفس الوقت، قليل جدا، بس خلينا على وعد ان الحلقه اللي جايه لما اجي اكتب اسمي ببقي اعرف اكتبه، ودي مسؤوليتك ان شاء الله. اوعى تسمني بعد الهوا، تبيعني البيعه. لا لا ما تقلقش. كريم عايز اقول لك حاجه اخيره. اتفضل. في ناس بيقولوا لي جبت ايه معلومات دي منين او من فين؟ الناس بيقولوا لي كده. انا دلوقتي هتكلم على حاجه مهمه جدا. الدوله بتهتم بشان العام. ايه هي شان العام دي؟ بناء الانسان، ده فرد من افراد الاسره. صحيح. الاسره جزء من المجتمع، ومجتمع جزء من دوله. صح. لو مجتمع قوي يبقى ايه؟ يبقى الدوله قويه وفاهمه، وكمان ايه؟ واعيه. صح. وكمان الرياضه زائد علم يصنعوا بطل حقيقي. ان ثقافه وقراءه يطوروا العقل. القراءه زائد العقل. انا كان محمد حسيني كان بخش عن طريق جوجل، وبجيب عن طريق جوجل اللي مجلات كتب او بحث. سلام. عن طريق جوجل. وكمان بتابع حالات الطقس والجو، حالات الجو يعني، وكمان متابع اخبار زي اخبار سياسيه واخبار علميه واخبار.
فنيه واخبار رياضيه او اخبار دوليه. قول زي ايه اخبار دوليه؟ قول زي ايه؟ زي ايه؟ زي اخبار سهد النهضه الاثيوبي. وكمان متابع الاخبار على فيروس كورونا كام حالات اتوفوا. لو مفيش حاجه بفهمها بقول لبابايا عشان يفهمها لي او يوضحها لي عشان اشوف مين الصادق ومين الايه؟ الكاذب. صح ولا غلط؟ صحيح. حلو. في شعب مصري صح في شعب مصري صح. بيضيعوا وقتهم على السوشيال ميديا او وسائل التواصل الاجتماعي. في حاجات صح في حاجات غلط. ايه هي الحاجات الصح؟ بنخش على جوجل وبنجيب الكتب والمجلات والصحف اول بحث عن طريق جوجل. صحيح. وفي حاجات كمان برضو غلط. اشعه الجهاز تخلي تركيزنا يقل. صحيح. ده بشوش او بشتت المخ. صح. ازاي نستغل الوقت ده؟ صح. صح. تكويت ناخد كورس في تكويت اللغه. هنعمل بقى الحاجات دي كلها سنه واحده بس كمان. ماشي اتفضل. تسع كمل معاك. وكمان عن كورسات في الغنى كورسات في الاذاعه. وكمان يتمرنوا الرياضه وكمان يخش يتمرنوا او يقعدوا على الكمبيوتر ازاي يتعلموا البرمجه. صح. ده كده هنستغل الوقت الصح. صح. وكل واحد عنده مجاله وتخصصه. صح. صح ولا غلط؟ اتفق معاك جدا. بس الراجل ده مسؤول على اللبس. صح. يخش عن طريق الجوجل يعرف كل حاجه عن اللبس والرسم نفس القصه. اقول لك يجيب موديلات جديده عن اللبس عشان يجيبها في المحل بتاع اللبس. صح. والراجل ده مسؤول ده نجار. نجار بيخش عن طريق الجوجل ويجيب الايه ادوات او يشوف ادواته الجديده عشان يجيبها عشان يجيبها. صح. الدكتوره بتاعت الصيدله. صح. كل الناس بقى أيوة. نفس القصه. والدكتوره بتاعت الصيدله وتخش عن طريق جوجل وتشوف الحاجات الجديده عشان تجيبها للصيدليه. صح. والراجل ده مسؤول عن معرض عربيات او سيارات. صح. بيخش عن طريق جوجل وبيجيب ايه؟ موديلات جديده للعربيات. صح. مثلا الراجل ده مسؤول او فنان في الرسم. صح. بيخش عن طريق جوجل. احنا وبيجيب سنه واحده بس كمان. ويخش عن طريق جوجل. تمام. ويجيب الوان جديده. صح. يعني كل واحد عنده مجاله وتخصصه. تمام. وكمان اعرف ما اوضح الكلمه دي لكل الساده المشاهدين اللي مصر عندها رجاله وكمان وعندها شبابها. صح 100%. صدق بايه؟ انا كنت مبسوط قوي ان انت معايا النهارده. محمد شرفتني ونورتني. شكرا. بجد شرفتني ونورتني. شكرا. حبيبي يا محمد. دكتور شرفتني ونورتني جدا 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 وشرفت جدا بيك. ربنا يخليك. حبيبي محمد احنا هنكررها كتير. ها؟ ان شاء الله. هجيلك ان شاء الله. وخد الحديده براحتك. اوكي اتفقنا حبيبي. لسه مكملين مع حضراتكم هذه الحلقه الاستثنائيه من رقم 10. يعني هسيب على مضض يعني وعلى زعل النهارده محمد الحسيني ودكتور رضا فضل. اثنين عظماء يعني حاجه ما فيش بعد كده. لاعب كبير ايضا هيكون معايا بعد هذا الفاصل الكابتن الكبير كابتن ابراهيم صلاح. لسه مكملين مع حضراتكم حلقتنا. خليكم معايا. على الله الله ابراهيم صلاح الله جزاء ضربه الجزاء والهدف الثاني الهدف الثاني ابراهيم صلاح شيكابالا حلوه ابراهيم صلاح ابراهيم صلاح الهدف الثاني يا اهلا بحضراتكم مره اخرى بعد هذه الايجابيه الكبيره على مدار الحلقه
لاعب آخر كبير ورائع جدا في تاريخ منتخب مصر ونادي الزمالك، والآن مع غزل المحلة لاعب وسط من طراز حقيقي فريد جدا ولاعب موهوب جدا واسم كبير جدا في الكرة المصرية، الكابتن الكبير كابتن إبراهيم صلاح. يا كابتن إبراهيم صباح الفل، مشرف ومعرفش. صباح الفل يا أستاذ كريم، ومبسوط جدا إن أنا معاك ومحظوظ بالحلقة دي، إن أنا كنت بتفرج على النماذج اللي كانت موجودة معاك، فأنا سعيد جدا ومبسوط. يعني أنا ما كنتش عايز أدخل، كنت عايز أقعد أتفرج على النماذج الرائعة اللي كانت معاك، وبتدينا فعلا طاقة كبيرة جدا إن الناس دي عندها صبر وعندها إيمان بالحاجة اللي بيعملوها، فما شاء الله. يعني أنا واحد من الناس كنت سعيد وأنا بتفرج. يعني تعرف يا كابتن إبراهيم، يعني وأنا قاعد في الحلقة بقول إيه، هو إحنا هنيجي بالنهاردة بقى وبكرة وبعد ونتكلم أصل مشكلة إيه اللي حصلت ومين دخل ومين ما دخلش ومين دخل في القائمة ومين ما لعبش ومين ما خدش عقود؟ عندك حق، تغيير صح، فاهم؟ لا بتحس إنه حاجة ممتعة. إحنا مشاكلنا في حتة تانية. أنا واحد من الناس، أنا كنت يعني أنا قاعد بتفرج على مش عايزه يخلص ومش عايز الوقت يخلص، وعايز أشوف بيعمل إيه وبيحب إيه. طاقة إيجابية. طبعًا طبعًا. ما شاء الله، يعني ربنا بيديهم موهبة كبيرة جدا، والناس بتقدر تطور كمان من نفسها. يعني هو يعني عارف ان هو بيعمل حاجة وعنده تصميم، وقال لك كتبت في الورقة ان انا ابقى دكتور، فبقى وصل انه بقى دكتور في الجامعة ما شاء الله، فدي حاجة نموذج. ومحمد نفس الكلام ما شاء الله، بطل في السباحة كبير جدا، يقدر يعمل حاجات احنا ما بنقدرش نعملها، فما شاء الله يعني حاجة مشرفة جدا بصراحة. حبيبي يا كابتن إبراهيم، قول لي انت بقى وطمني عليك، الامور في غزل المحله كويسه؟ كله زي الفل. اه طبعا الحمد لله، نادي غزل المحله فريق كبير ونادي محترم، والناس اللي موجوده كلها كمان ناس محترمه جدا، فاعتقد ان ده بالنسبه لي حاجه مريحه انك تتعامل مع ناس كويسين او ناس محترمه وبيقدروك، فده في المقام الاول. يعني كابتن محمد عوده كمان المدير الفني من الناس المحترمه جدا ناحيه الاخلاقيه قبل الرياضيه والتدريب، فالحمد لله الواحد محظوظ ان هو بيبقى موجود مع ناس تبقى انت مرتاح نفسيا وانت بتتعامل معاهم. بتقدر كابتن عوده من المدربين بيعرفوا يقدروا اللاعبين الكبار، يعني جدا جدا، يعني دي ميزه كبيره او رقم واحد في الميزه عنده، ان هو بيقدر يتعامل مع اللعيبه الكبيره. يعني عايز اقول لك حاجه، ان كابتن عوده مثلا ما بيقولش اسمي غير لما يقول الكابتن. يعني فانا طبعا انا زعلان، انا عايز وانا من دول اولاده او اخو الصغير، بس هو طبعا بيقدر الناس الكبيره واللعيبه الكبيره، فدي حاجه بحترمها فيه جدا، وهو راجل على المستوى الاخلاقي والشخصي حاجه ما حصلتش. يعني بدايه غزل المحله بدايه معقوله جدا الموسم ده، يعني حتى لو النتائج في بعض الاوقات كان مش احسن حاجه، بس النتائج السنه دي كويسه وفي اداء كويس. اقول لك ليه يا استاذ كمان، انت كل بدايه موسم انت المعطيات اللي بتبقى عندك بتبين لك انت رايح فين. صح، هم البدايه الموسم ده انه الموسم اللي فات يعني لحد ما النهايه ما كانتش كويسه او قعدوا في الدوري، هما ابتدوا الموسم ده بدايه غير اللي هما بدأوها خالص. صح، بدأوا يدعموا بلعيبه في ليفل اعلى شويه. صح، في مستوى اعلى شويه. صح، في خبرات زياده في الدوري الممتاز. هما كان عندهم مشاكل السنه اللي فاتت ان الفريق كان معظمه كله ممتاز به والدرجه الثانيه، فمفيش عندهم خبرات الدوري الممتاز، هما لعبوا على النقطه دي. فانت لما بتعمل المعطيات بتاعتك بشكل كويس بتقدر تلاقي في النتائج، فهو ده اللي حصل السنه دي الحمد لله. احنا في المركز الرابع او الخامس دلوقتي بتسع نقاط، منهم احنا ما خسرناش مباراه غير مباراه النادي الاهلي وبسيناريو اللي الناس كلها شافته، فاعتقد ان احنا بادئين بشكل كويس والنتائج كويسه والناس كمان راضيه عن الاداء وشكل الفرقه، فدي حاجه تحسب للناس الموجوده كلها. يعني مباراه الاهلي كانت مباراه صعبه عليكم نفسيا؟ طبعا يعني صعب، لا هي يعني نفسيا كانت معانا شويه، لان النادي الاهلي النادي الاهلي بيروح ملعب غزل المحله بقاله كتير جدا ما بيكسبش. صح، لكن طبعا بيظل ان هو النادي الاهلي يعني. صح، في كل اوقاته مع فرقه محترمه بطل افريقيا، فاعتقد ان الماتش كان صعب جدا، لكن المعادله الصعبه بقى ان احنا اللي كنا عايزين نصعبها على النادي الاهلي، وده حقيقه، ده احنا شفناه بعينينا في الملعب، وحتى تسال اللعيبه يقول لك اصعب مباراه لعبوها السنه دي. طبعا انت بتستغل عامل الملعب شويه وعامل كلام على لعيبه الاهلي، لعيبه الاهلي اصعب مباراه كانت عندهم غزل المحله. طب يعني دايما مباراه غزل المحله في المحله صعبه على الاهلي والزمالك. بالظبط كده، فاحنا قدرنا يعني نسبه الحاله دي ان المباراه هتبقى في ملعب غزل المحله هتبقى صعبه على اي حد، فاحنا عملنا مباراه كبيره. طبعا احنا بعد الماتش خسرانين 3-2 في اخر ثانيه في المباراه، والناس كلها بتهنينا على الاداء وعلى المستوى وعلى الروح اللي شافوها، فاعتقد ان ده نجاح. يعني فكره انك تبقى او يبقى الاهلي كسبان 2-0 وترجع، طب صعبه جدا. طبيعي لما الاهلي بيكسب 2-0 ولا الزمالك يكسب 2-0 يكملوا بقى خلاص يسكور بقى. بالظبط كده. انت قدرت ترجع مع فريق كبير زي النادي الاهلي 2-2 لحد الدقيقه 94،
يجي فاول في الدقيقه 96 ويجي فيك. فاعتقد السيناريو كمان سيناريو حلو يخلي الناس تعرف قيمه الفريق اللي انت بتاعك يعني. كان ممكن نخلص 3-1 كان ما فيش حد هيقول حاجه صح. يعني لو النتيجه خلصت 3-0 3-1 ما فيش حد هيقول اسم طبيعي الاهلي هيكسب بس المحله طبيعي. لكن منطق. السيناريو بتاع المباراه خلى الناس كلها اعتقد ان هي من اقوى المباريات اللي اتلعبت في الدوري لحد دلوقتي. السؤال دايما اللي بيتقال، ما انت لو لعبت كل مبارياتك زي ما بتلعب قدام الاهلي والزمالك ده انت ممكن تاخد دوري، ده حقيقة. ممكن تنافس حقيقه. هي المباراه ما تبقاش محتاجه شحن يعني. انا لو مدير فني جاي هلاعب الاهلي والزمالك بصراحه مش هتكلم مع اللعيبه، هو كل لعيب بيبقى مركز ونايم بدري وعايز يعمل اقصى حاجه عنده. لكن في نقطه بقى انا عايز اقولها في الفريق الموجود او الشخصيات الموجوده دلوقتي، ان كل مباراه بالنسبه لنا فعلا زي الاهلي والزمالك. الفريق ده بيلعب كده بصراحه يعني. الفريق الموجود حاليا في غزل المحله والجهاز الفني وبالتعليمات كل حاجه، ان احنا نعمل كده، ان احنا كل ماتشاتنا كده، ودي بتنعكس على النتائج. احنا دلوقتي ما خسرناش ولا مباراه غير مباراه النادي الاهلي. لعبنا ماتشات صعبه، لعبنا النادي الاسماعيلي، لعبنا الجيش، لعبنا انبي، لعبنا الشرقيه، لعبنا ماتشات صعبه مش سهله، فقدرنا يعني النتائج ايجابيه في كل مباراه ما عدا مباراه الاهلي، فدي حاجه تحسب للناس الموجوده. عظيم جدا. لازم محله هيعاني زي ما عانى السنه اللي فاتت، ولا انت مطمن انه لا هو انا مطمن لان السيناريوهات باينه يعني، ان انت عندك فريق كويس، عندك مبشرات كويسه. اعتقد ان احنا هنبقى بعيد عن المعاناه، ولان طبعا دي كوره يعني، الله اعلم بالغيب او ممكن ايه اللي يحصل او الدنيا تمشي معاك ازاي. انت عارف طبعا اي فريق ما بقاش في الطالع على طول، بتيجي وقت وبتقع. لكن اعتقد الخبرات الموجوده دلوقتي في الفريق هتقدر توزن الامور شويه ان شاء الله يعني، ان احنا نبقى موجودين في المراكز اللي فوق شويه يعني، ان شاء الله نقدر نحافظ على المكان اللي احنا. انت بتتكلمني على مجموعه اللاعبين وازاي هم رجاله وازاي هم بيشتغلوا وازاي هم عندهم طموح والكلام ده كله، بس انا لو لعيب في غزل المحله ممكن ابص على اللي جنبي، على الفرقه اللي جنبي. ايوه طبعا. اللي لو انا عقدي مثلا جنيه فالعقد اللي جنبي 10 جنيه. انا واحد من الناس جربت يعني، شفت الحاجات دي كتير. وهو في ميزه كبيره جدا في نادي الغزل المحله فاجئتني انا شخصيا، اللي الناس ملتزمين مع اللعيبه باليوم يعني. انا جربت انديه كتير جدا يعني، انا وانا رايح ما كنتش مصدق غير لما شفت بعيني. الناس في نادي الغزل المحله ملتزمين باليوم، مهندس طبعا علي عباسي ولجنه الكره الموجوده الكابتن صابر، الناس ملتزمه باليوم. صعبه جدا في الدوري دلوقتي تلاقي الناس اللي ملتزمه باليوم دي، حتى الانديه اللي بتسميها بين قوسين غنيه ممكن يستنى عليك شهر وتستنى عليك 15 يوم 20 يوم. لا ما شاء الله النادي، انا بكسب الماتش بروح المحله، او الماتش لو هو في المحله تاني يوم بلاقي مكافئتي. يوم الراتب بتاعك بتاخده في اليوم اللي هم قالوا عليه موجود، يوم 10 يبقى يوم 10 يبقى 15. فاعتقد ان دي مميزات حتى لو الرقم قليل. انا معاك بقى في موضوع العقود وكده، هو الرقم لو قليل بس في التزام، ودي ميزه. انا واحد من الناس احب كده، انا احب ان انت استاذ كريم عارف ان انا هقبض 2 قرشين يوم كذا، يبقى مرتب اموري على كده. ما تقوليش 10 هتاخد 10 قروش وما خدهمش، ما باخدهمش او اخدهم بعد 3 شهور يا عالم، هاخد بقى الشهرين اللي اتاخروا عليك دول امتى. لا في حاجات كتير كده وانديه كتير ماشيه كده. لكن دول ملتزمين لحد ما بالارقام اللي هم بيتعاملوا بيها مع الناس، فدي ميزه كبيره يعني. الدوري السنه دي غير طبعا طبعا يعني، كل سنه بنقول الدوري غير بس السنه دي فعلا غير. المنافسه فعلا قويه جدا يعني، صعبه جدا. بص انت كنت بتيجي في اول الموسم كل موسم كده تقوم حاطط 3 فرق تقول دول اللي هيهبطوا بالمعطيات بتاعتهم بالتدعيمات. انت السنه دي مش عارف يعني. المقصه اكبر دليل مثلا، المقصه كان محطوط من الناس اللي هتعاني ما شاء الله، عامل يعني لحد ما نتائج كويسه. هل احنا ناس من الفرق اللي الناس قالت عليك ان انت هتعاني؟ ما شاء الله احنا الناس كلها بتقول انك الحصان الاسود دلوقتي. قالوا هيعاني بس هو لسه بيعاني يعني. لا هو لسه بيعاني لان اعتقد ان ما كانش في دقه شويه في التدعيمات او في الخطه بتاعته، فممكن بالنتائج ان هو هيعاني يعني. هو متزايل الدوري 6 هزايم، فاعتقد ان هو هيعاني لاخر موسم او لحد يناير لحد ما يشوفوا هيعملوا ايه في الفريق. لكن كمان في ميزه ثانيه، الناس اللي طلعت دوري ممتاز السنه دي عندك فرقتين اتصرفوا بطريقه قويه جدا وعاملين فرق قويه جدا. كان فاركو فيوتشر. فانت لما تيجي تفكر فيها كده تقول مين هينزل، انت مش عارف اي حاجه. مش عارف اي حاجه، ممكن تلاقي فرق كبيره جدا يعني. النهارده طبعا وضع زي نادي الاسماعيلي الناس كلها زعلانه عشانه، بس عنده نقطتين، دي كارثه. النادي الاسماعيلي بالجماهيريه بالتاريخ ده كله وعنده نقطتين وبيعاني، فاعتقد السنه دي ملهاش مقاييس خالص يعني. حتى فوق يعني في الصداره هتلاقي الاهلي والزمالك معاهم بيراميدز كمان. بالظبط كمان يعني، بيراميدز السنه دي داخل بجد يعني. ايه بيراميدز كل سنه بنقول منافس؟ هو بصراحه بيراميدز بالنسبه لي لازم ياخد الدوري بامانه يعني. انا شفت لعبتهم ماتش ودي وشفت الفرقه، عنده فرقتين ما شاء الله يعني، خبرات زي ما انت عايز تقول، لعيبه عندهم، الناس اللي بتعرف تدافع والناس اللي بتعرف تهاجم والحلول الفرديه عندهم مكونات فريق ياخد الدوري. مدرب محترم، كل حاجه عندهم كل حاجه ان هم يقدروا ياخدوا الدوري. فاعتقد ان هو هيبقى
منافس قوي جدا مع الاهلي والزمالك. يعني بيراميدز ممكن ياخد دوري من الاهلي والزمالك؟ انا واحد من الناس شايف ان هو يعني ياخد بسهوله كمان مش بصعوبه. يعني انا المعطيات الموجوده في الفريق او الناس الموجوده في الفريق تاخد الدوري بسهوله. دي معناها انه بيراميدز كفرقه كتشكيله وطبعا جهاز فني يعني افضل من الاهلي والزمالك مش دلوقتي؟ افضل بس اعتقد ان يبقى زيهم بالظبط يعني. كميه اللعيبه الدوليه والخبرات والحاجات الفرديه والجماعيه يعني. حتى برضه ما تيجي تقول المنتخب ما انت بتلاقي برضه زيه زي الاهلي كل الاهلي والزمالك بياخد 5-6 من هنا وتلاقي 5-6 من بيراميدز موجودين. فاعتقد ان انت عندك فريق محترم يعني هيبقى زيهم. والدليل في الترتيب برضه، ما هو في الترتيب هو موجود مع الاهلي والزمالك، فاعتقد ان هو هيبقى منافس قوي السنه دي. فرقتك القديمه اللي اشتغلت معاها كويس جدا وعملت اداء رائع جدا من كل العرب مش في افضل حال السنه دي؟ مش عارف يعني، هم البدايه عندهم مش كويسه فعلا، بس اعتقد ان هم يعني قادرين ان هم يقدروا يلموا الدنيا شويه. لان احنا اول سنتين مع كابتن عماد كنا في الطالع جدا، مركز خامس مركز رابع ورحنا افريقيا. السنه اللي فاتت تعانا في لحد الاخر في الهبوط. السنه دي البدايه مش كويسه. اعتقد ان هم عايزين يجددوا الدوافع شويه، او يقدر يوصل للعيبه طموح يتغير، او هم يقدروا يغيروا التعامل. يعني في حاجات ممكن تتظبط، لان انا شايفهم ان هم عندهم سوء توفيق شويه. يعني بيلعبوا كويس في ماتشات سيناريوهاتها بتبقى ان هم يكسبوا وبيخسروا، فاعتقد ان هم قادرين ان هم يقدروا يلموا نفسهم شويه. قادرين يعني. طيب لسه مكملين هذا الحوار الممتع جدا مع الكابتن الكبير كابتن ابراهيم صلاح، واحد من الاسماء الكبيره جدا اللي عدت على الكره المصريه في وسط الملعب. هذا الحوار مستمتع بيه جدا زي ما انا مستمتع بالحلقه كلها، واكيد حضراتكم ان شاء الله تكونوا مستمتعين معانا بهذه الحلقه. لسه بعد الفاصل مكملين وهنواصل. كابتن ابراهيم عايز اخدك شويه بقى نادي الزمالك. تمام. نادي الزمالك الدوري السنه دي بادئ خسران 5 نقط في 6 مباريات، مطمن على الزمالك لنهايه الموسم ولا قلقان زي ما البعض قلقان سواء بنقص الصفوف او خلافه يعني؟ اعتقد الظروف اللي نادي الزمالك بدا بيها الموسم صعب على اي حد، لكن هو بصراحه نادي الزمالك عنده سكواد قوي جدا يعني، وعنده عناصر ولاعيبه قويه جدا فنيا، لكن الظروف اللي بيمر بيها صعب على اي حد. اعتقد موضوع التدعيمات ده عامل مشكله شويه، لان انت ما قدرتش تجيب المراكز اللي انت محتاجها، رجعت يا دوب الناس من الاعراض. اعتقد ان مثلا مصطفى فتحي اكبر مكسب فيهم وعمر السعيد، لكن انت كنت محتاج الناس تانيه. سيسي برضو بس لسه ما رجعش، لسه ما رجعش، مش عارفين ايه اللي فيها. اعتقد الظروف كمان المحيطه بالفرقه دي عامله مقصره شويه. لكن الناحيه الفنيه انا مش قلقان خالص. الزمالك عنده فريق قوي جدا وعنده مجموعه لعيبه خبرات كبيره ودوليه تقدر تكسب اي حد في الدوري المصري، لكن الظروف برضو صعبه. فاعتقد ان الفتره اللي جايه الدنيا هتتلم، نادي الزمالك هيبقى منافس قوي وهيرجع للطريق الصحيح. طب لو اتفقنا انا وانت انه تشكيله الزمالك اكيد تشكيله قويه ورائعه، وهي التشكيله اللي كسبت البطولات اللي فاتت، والاهلي الزمالك حافظ كمان على قوام الاساسي للتشكيل كله ما حصلش حاجه. بس انت تحس انه لو في 2 لعيبه اتصابوا او تم ايقافهم الفرقه ممكن يحصل فيها. ما هي دي مشكله اللي انا بقول لك عليه يعني. بس مش في كل المراكز بامانه يعني. طبعا. انت عندك مثلا في كذا مكان اللي بيشتغل فيها او بيقعد، او يعني انت عندك حته نص الملعب فيها مشكله شويه. موضوع الديفندرات مكان طارق وجنب طارق، حتى تلاقي المدير الفني دايما بيغير. لكن انت عندك مراكز الحته اللي قدام مثلا مع رجوع شيكابالا، عندك مصطفى فتحي اضافه قويه جدا، عندك قدام عمر السعيد مع سيف الجزيري. اعتقد برضو ان كان في شويه غلط انك تعير لعيبه كتير وانت محتاج في الفتره دي ما فيش قيد، كان فيها مشكله شويه، كان لازم اصبر الناس دي كلها تكمل معايا وبعد كده ابقى اشوف. يعني في مراكز حته الباك ليفت مثلا ما شاء الله عبد الشافي وفتوح عبد الله جمعه، حته الباك رايت، يعني في اماكن انت تقدر بالنسبه لك مسيطر فيها، لكن في اماكن هي اللي بقى فيها المشكله شويه. كاترون نفسه رايك فيه ايه؟ والله هو يعني انا شايفه مع الفريق والتجانس اللي بينهم وكلام بعض اللعيبه عنه ان هو ماشي معاهم بشكل كويس، لكن انا شايفه كويس والفريق كويس، لكن هي الظروف الصعبه شويه بصراحه. الظروف اللي في نادي الزمالك والاجواء اللي احنا شايفينها والكلام كتير الفتره اللي فاتت ومجالس مؤقته لحد خلاص مستشار مرتضى رجع تاني. يعني اتمنى من ربنا ان الدنيا تبدا تتلم واللعيبه اللي هتجدد تجدد، واللعيبه اللي انت عرفت انها تمشي خلاص تشيلها من حساباتك وتقدر تشوف بدايل. لازم الدنيا دي تتلم عشان الفريق يكمل مشواره يعني. مين ممكن يكسب دوري السنه دي حتى لو احنا بنتكلم بعد 6 مباريات؟ لا ما مستحيل بحسب المؤشرات اللي انت قلت عليها دي.
ما انا شايف ثلاث فرق عندهم نفس الحظوظ يعني. اهلي زمالك بيراميدز انا شايف عندهم نفس الحظوظ بامانه. ثلاث فرق عندهم النادي الاهلي ما شاء الله ماشي بشكل كويس جدا يعني معاه فريق قوي جدا وماشي بشكل يعني غير ان هو فريقه قوي هو ماشي بشكل مميز يعني. الزمالك عنده فريق قوي لكن خسر نقط, بيراميدز عنده فريق قوي جدا خسر نقط, فالثلاث فرق عندهم نفس الحظوظ في الدوري. ايه الفرقه وانت بتتابع كده انت راجل بخبراتك الكبيره ديت حاسس انها فرقه تقيله قوي ولسه مش حد محدش حاسس بيها قوي؟ يعني فريق تقيل ومهارتش حاسس بيها يعني فرقه تقيله لسه اسماء يعني كويسه يعني عندك مثلا في فيوتشرت اعتقد ان فيها اسماء كتير بس ما تفهمش ماشيين بسطر ويسيبوا يكسبوا ماتشات صعبه فرقه انت شايف ان ادائها ما وصلش للبيك بس هيوصلوا للبيك لاعلى نقطه كده كده هيوصلوا لها بس انت حاسس ان الفرقه دي كويسه قوي؟ فرقه كويسه قوي ما وصلوش خالص. انا شايف يعني مركزهم وحش جدا بس هم كويسين برضو. انا بالنسبه لي فريق طلائع الجيش كعناصر مثلا في عناصر كويسه جدا وناس مؤثرين لكن هم مستواهم وحش جدا بس هيعلى يعني طيب عايز اكتك لمنتخب مصر النهارده مواجهه لبنان وانت لاعب دولي ولعبت مع منتخب مصر في اصعب البطولات واصعب المباريات. شايف ان البطوله دي منتخب مصر داخل ياخدها ولا داخل يستعد بس لتصفيات كاس العالم؟ هو احنا يعني احنا مصر بالذات في البطولات العربيه دي يعني بيبقى لازم احنا ناخدها يعني بامانه يعني كلعيبه ومستويات ودايما الفرق الاسيويه بتبقى واخدها تحدي. انا عارف الماتشات دي بقى فيها حساسيه زياده جدا يعني احنا قطر مثلا لعبنا فيها وانا مع الكابتن حسن شحاته لعبت فيها ماتشين مثلا ضد قطر كانوا واخدين الموضوع كانه على كاس عالم. السعوديه نفس الكلام تروح تلعب السعوديه تروح تلعب اي فرقه عربيه واخدين الموضوع معاك حساسيه جامده جدا. فانا شايف من الناس المدير الفني ضاممها ان هو بيجرب وعايز يشوف وعايز يعمل صف تاني للمنتخب بعد رجوع المحترفين بعد كده. لكن احنا يعني المفروض رايحين ناخدها بامانه يعني البطوله انت موقف لها الدوري بالتالي في منتخبات الدوري عندها يشتغل ورايحين بالصف الثاني لكن انت موقف الدوري وموقف الدنيا واخد لعيبه اللي انت عايزها واللي انت قلته يبقى احنا لازم نروح ناخدها يعني. رايك ايه في كروش؟ والله هو يعني هو كنتائج هو ماشي بشكل كويس لكن الاداء في بعض الماتشات بيبقى كويس جدا وبعض الماتشات وحش جدا وبرده الاختيارات بيبقى عاليه ما تفهمش بقى هو بيبقى حابب الجدل ده كل مره ان الناس تقعد تتكلم ده خده ما خدش ممكن يكون هو حابب كده مش انا مش يعني مش قادر افهمه هو عايز ايه لكن هو دلوقتي عامل حاجه ان هو حابب يجهز ناس كتير فدي ميزه برده ان هو حابب يجهز ناس كتير بياخدهم يجربهم في ماتشات هو لما يجي مدرب وياخد لعيبه من اماكن بعيد عن الاهلي والزمالك لا هي مش موضوع الاهلي والزمالك بس برده في نفس الوقت بياخد ناس يعني تحس ان هي برضه مزاره جدا في الدوري وفي ناس كانت يعني انا معاك مثلا احمد رفعت معلم في الدوري الفتره دي يعني ما خدوش غير مؤخرا خالص اخر تجمع وكان في فرص كتير ياخدوا قبليها صح فيعني اقصد اقول لك ان هو بيجي استبعاد شريف وقفشه وبعديها طارق وزيزو ويقوم واخد زيزو الواحد تاني واخد قفشه ومحمد شريف حاجات برضه فيها يعني فيها علامات استفهام كتير احنا عايزين نفهمها والناس تيجي تتكلم معاه في المؤتمرات يصد الناس على طول ما تتكلموش في الحاجات دي وانا المدير الفني احنا معاك انت مدير فني وكلنا ما فيش حد بيلومك في حاجه لكن بيبقى يعني عنده حاجات غريبه بيعملها بصراحه حاجات غريبه طبعا. مين اكتر لعيبه استغربت عدم ضمهم لمنتخب مصر؟ في المره الاولى ما خدش قفشه وشريف ماشيين بشكل كويس مع النادي الاهلي ولاعيبه مؤثره المره اللي بعديها طارق وزيزو الناس ماشيه بشكل كويس زيزو من اهم اللعيبه في المنتخب في نادي الزمالك ما خدهاش دلوقتي رجع خد زيزو تاني لو انت مكان طارق حامد موجود في المنتخب بقالك سنين وحسيت ان انت دلوقتي بيتم ابعادك فنيا عن منتخب مصر انا حصلت معايا قبل كده برضو في 2017 اول ما مشيت من الزمالك بدات ابعد عن المنتخب وكل حاجه فهي خلاص هي ده حال الكوره بس اما اللعيب دايما بيبقى شايف نفسه ان هو كويس وبيأدي بشكل كويس والناس بتشيد بيه وما يروحش هو ده اللي بيزعل لكن لو مثلا طارق المستوى بتاعه بينزل وكده مفيش حد هيقف في ظهره ولا حد هيتكلم عنه لكن طول ما هو واقف على رجليه وبيشيدوا بيه في الماتشات فايه المانع انك تاخده المنتخب مع الناس الموجوده بس فالموضوع بيزعل اكيد يعني لكن مفيش في ايده حاجه هيعملها هيعمل ايه هو طارق مفيش في ايده غير ان هو يشتغل ويشتغل تاني ويقف على رجليه تاني عشان يرجع المنتخب طيب قائمه المنتخب الحاليه باللاعبين المحليين اللي موجوده في البطوله العربيه غياب المحترفين واحنا بصراحه عشان نبقى امنا مع بعض يعني في اوقات كتير قوي كنا بنزق على محمد صلاح غالبا يعني بنزق على محمد صلاح محمد صلاح مش موجود ودايما السؤال هنعمل ايه من غير محمد صلاح هنشوف احنا قاعدين مستنيين انت بقى تفتكر ايه
لا هو صلاح محمد صلاح قوه كبيره جدا يعني. انا كان ليا الشرف طبعا ان العب معاه ولعبت معاه فتره طويله يعني، لعبت معاه في المنتخب سنين. محمد صلاح قوه كبيره جدا، لكن احنا دلوقتي الراجل بيدينا الراجل مش موجود، فاحنا عايزين نشوف بقى الناس اللي راحت من غير محمد صلاح هنعمل ايه. احنا نفسنا كل الناس منتظره من غير صلاح هنعمل ايه. احنا قبل كده كنا بنقول احنا منتخب صلاح فاحنا دلوقتي هنشوف اللعيبه الموجوده في مكانه هتقدر تساعدنا ولا لا. وبرده يعني مثلا محمد صلاح مش موجود، ما ناخدش واحد زي رمضان ليه؟ ما هو في لعيبه كتير عندها حلول فرديه في المكان ده احنا ما بناخدهاش. بس هو لا هو ما خدش لعيبه بيراميدز عشان الكونفدراليه الافريقيه، قبلها ما خدوش برضه. قبلها ما خدوش طبعا. انا بتكلم على البطوله العربيه تحديدا بالظبط كده. فيعني اقصد اقول لك ان انت كلنا مستنيين يعني بغض النظر الماتشات هتبقى قويه او لا، بس احنا عايزين نشوف الاداء. ما احنا اخر ماتشين في التصفيات كان الفرق ضعيفه والاداء ما كانش كويس خالص يعني. احنا لعبنا ماتشين تقريبا ما كناش كويسين، اللي تعادلنا فيه الجابون تقريبا فكان الاداء مش كويس. فاعتقد ان الناس كلها مستنيه دلوقتي تشوف وتقيم، لانه هو كمان في الاختيارات بيقول انا اللي بختار وانا المتحكم الاول والاخير. فالناس انت عارف هنا في مصر دايما بيستنوا يعني بيصطادوا له المواقف، فدينا كلنا منتظرين هنشوف هيعمل ايه. لو هو عنده حق او الاختيارات وماشي بشكل كويس اكيد كلنا هنسقف له يعني. كروش قال انه اتفاقه مع اتحاد الكوره انه او يعني هو جاي عشان الوصول لكاس العالم. تمام. تفتكر لو كروش ما قدمش نتائج في البطوله العربيه او البطوله الافريقيه هيكمل لحد كاس العالم او تصفيات كاس العالم؟ هو لو اتفقوا كده بس ما ينفعش يقول للشعب المصري او الجماهير المصريه انا جاي عشان كاس العالم وانت عندك بطولتين قويين يعني. يعني هل لو انت في امم افريقيا ما حققتش نتائج كويسه؟ لا قال ان انا اخش احاول. لا مش هيحاول، انت مصري يعني، انت منتخب مصر هتحاول ازاي؟ ما احنا انا شايف ان البطوله امم افريقيا اللي كانت في مصر هنا يعني قلبت موازين الكوره خالص لما طلعنا منها. صح. مشينا اتحاد كوره ومشينا مدير فني ومشينا كل حاجه عشان البطوله كانت في ملعبنا وجماهيرنا وفشلنا. فانت ازاي يعني انت مثلا بتشيل الضغط من عليك ان انت عشان تيجي في كاس العالم تبقى يعني كل هدفك كاس العالم؟ طب سؤال بقى، لو ما وفقناش في بطوله العرب وفي امم افريقيا وجينا بقى في التصفيات برده ما صعدناش، يبقى احنا استفدنا ايه؟ خسرنا كل حاجه. خسرنا كل حاجه بس مفيش حاجه مضمونه فعلا. بالظبط يعني هي فعلا لا البطوله العربيه مضمونه ولا افريقيا مضمونه ولا كاس العالم ولا كاس العالم، بس انت تخش يعني تحاول كله. بالظبط، انا هحاول اقصى حاجه عندي في كل الحاجات والنتيجه دي عند ربنا يعني. لكن انا ما اقولش ان انا جاي عشان كاس العالم فانا بجرب في دول، لا مش هتجرب. ده احنا مصر يعني وفي امم افريقيا هيجي لك اللعيبه المحترفه كلها، محمد صلاح وكل الدوليين. فانت ايه اللي يبقى ناقصك انك تلعب على البطوله وتكسبها؟ لا قدر الله بقى يعني ما كسبتش البطوله والناس شافت ان انت عملت كل اللي عليك، كل الناس هتسقف لك. انا واحد من الناس خسرنا في النهائي في 2017، الرئيس استقبلنا والناس كانت فرحانه بينا لاننا حاولنا لاخر نفس، واحنا كنا رايحين اصلا كله كان بيقول ان احنا هنرجع بعد اول 3 ماتشات، لكن حاولنا واجتهدنا وصلنا النهائي. لكن انت من دلوقتي بتقول انا بجرب، انا ما تسالونيش عن افريقيا. طب صعبه جدا يعني. صح. طب طيب كابتن ابراهيم صلاح انت حقيقي شرفتني ونورتني. ربنا يخليك. الحوار معاك كان ممتع جدا، خلص بسرعه قياسيه، نفسي يكمل اكتر من كده بس ان شاء الله مرات ارجوك تخلينا نعوضها تاني ان شاء الله باذن الله. وتاني عايز اقول احييك على الحلقه مع محمد والدكتور رضا، واتمنى النماذج دي دايما نشوفها موجوده معاك دايما ان شاء الله، ودايما تبقى موجود معانا باذن الله ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، يا رب تكونوا استمتعتوا النهارده بحلقتنا، حلقه مليانه طاقه ايجابيه. شخصيا يعني بتكلم عن نفسي قاعد مستمتع وفرحان وسعيد وعندي طاقه واقعد الف في المكان ده كله جري من كتر الحماس والفرحه. ابطال حقيقيين، ابطال كلنا نحتذي بيهم، كلنا نفسنا نبقى زيهم، كلنا نقول يا رب ادينا النعم اللي هي عندهم، يا رب تكون عندنا النعم دي عشان نبقى ابطال حقيقيين زيهم. مش ابطال يعني كده وكده، ابطال من ورق، ابطال من الاخر كده بتوع السوشيال ميديا، دول هم الابطال الحقيقيين. ختام حلقتنا النهارده مع النجم الكبير كابتن ابراهيم صلاح، اشوفكم يا رب على الف خير.